ايوه يا عم، ماشي معاكي حلاوه انت. ها علي سافر واشتغل في جورنال بره، وانت هتستريحي من الرجاله وقرفهم، ده غير طبعا الفلوس. هبعتلك كل شهر فلوس. أيوة. الله اكبر الله اكبر في عينك يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ بتنقي عليا؟ ده رزقي ورزق عيالي. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان ما بيفرقش معايا الفلوس، انا بس هخلص من كتمه علي على نفسي. طهقت. صباح الخير. الحقيني يا انجي، الحقيني. في ايه يا حبيبتي؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ عايزاكي في موضوع على انفراد، بس المكتب عندي زحمه. قولي يا حبيبتي قولي. في ايه يا كاميليا؟ هو ايه اللي في ايه لما يعني انقضيتي على الست كده؟ بتقولك عايزاني في موضوع على انفراد. انتي ايش حشرك؟ ايه يا انجي؟ انا وانتي واحد ولا ايه؟ لا انا وانتي اتنين ولا ايه؟ عشان اقول لكم معلش مش هقدر اتكلم معاكم عشان عندي شغل كتير. طب استاذنك يا كوكي، معلش ممكن تسيبي لنا المكتب بس ربع ساعه؟ لا مينفعش والله، كان نفسي بس كتير. بصي متلتي متلتي ما شاء الله. الله يطلع لك شغل يا كوكي. انا بكلمه بس ما تكلموش كتير يعني عشان عندي شغل كتير انا. معلش يا سعاد، ركزي معايا واحكي لي كل اللي انت عايزاه بصوت واطي. هنا؟ معلش. بصي يا ستي، انا عارفه ان انتي حلاله العقد، وانا في مصيبه ومش عايزه اي حد يعرفها غيرك. بس ما تكمليش يا قلب امك، انا عرفت هو جوزك. انا عارفه طول عمره وعينه زايغه. هي الرجاله كده يجيبوا اجل الست. لا. ها هيتجوز عليكي واحده من جوه الوسط ولا من بره الوسط؟ لا. طويله ولا فرعه؟ بيضه ولا شقره؟ حلوه ولا قمره؟ انطقي. حلوه ايه وقمره ايه يا انجي؟ وانا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه حبيبتي انتي زورانه في التفاصيل. قولي معلش، هي الرجاله كده. انتي تفتكري الراجل يا ما هنا يا ما هناك وتقولي عليه ملاك، بس في الحقيقه هو قبه تحتها قبه. ممكن تديني فرصه اتكلم؟ فرصه واحده بس؟ انتي بتزعقي لي ليه يا سعاد؟ هو انا نطقت؟ قولي يا حبيبتي انا سامعاكي. انتي عارفه كويس ان انا ربيت بنتي على الحريه. طبعا برافو عليكي، انا كمان مربيه مي وصولي على الحريه طول عمرها، من صغرها بسيبها تعمل اللي هي عايزاه. برافو عليكي، انا كمان بسيب مي وصولي يعملوا كل اللي هم عايزينه، ده حتى عمر الفصل بخليه يعمل بيبي وقت ما هو عايز. ايه يا جماعه، علوا صوتكم شويه، ما ينفعش كده. لا دي عيب يا جماعه، علوا صوتكم شويه. في ايه يا كمالي؟ في ايه يا ماما؟ مش قلتي عندك شغل كتير؟ عايزه ايه يا حشريه؟ بس شويه كملي يا سعاد. انا طول عمري بسيبها تقعد على النت براحتها ومدياها الثقه الكامله. زي بالظبط. ها امبارح كان حفل التخرج بتاعها ورحت عشان احضرها. الف مبروك يا سعاد، الف الف مبروك يا حبيبتي، عقبال فرحها يا رب. كان نفسي. يا لهوي ماتت. ايه يا ماتت؟ ايه اللي تيجي يا سعاد الشغل لابسه كده؟ مش لازم تلبسي اسود يا بنتي، عايز الناس تاكل وشك. بعد الشر يا شيخه، بعد الشر. ايه اتحرقت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا انجي؟ في ايه؟ يبقى اتشلت، مفيش غير دي. بصي انا غلطانه ان انا جيت لك، انا هروح لكاميليا احكي. يا حبيبتي تعالي احكي. لا احكي سعاد، صدقيني هتندمي. لا ايه يا انجي، ما تجيش قطعت ارزاق بقى. الله في ايه؟ معلش انا اسفه يا سعاد. سيبوه انا همشي خلاص. سعاد معلش انا اسفه، كملي. امبارح بعد حفل التخرج لقيت الهانم جايبه لي شاب في ايديها وبتعرفني عليه. والله برافو عليها نصحه. انا امي كانت دايما تقول لي انجي تتخرجي من هنا الشهاده في ايد والعريس في الايد الثانيه. هو ده بقى معروف خلاص، دستور عند الستات والبنات. هو فعلا عريس. طب في ايه يا سعاد؟ الف مبروك يا حبيبتي، ومالك زعلانه بقى؟ قربي بس عشان ما حدش يسمع. هو فعلا عريس بس متجوزها عرفي. ايه؟ عرفي يا سعاد؟ ايه اللي حصل؟ اسمع بقى سامي، لا لسه برضه الشغل العيال اللي عندك ده، وبعدين لسه المشاكل بتاعتكم. يا استاذ جميل، مش احنا كنا فضينا الخطوبه الملعونه دي وخلصنا؟ يا سامح يا ابني، انا اكبر منك ولازم تتعلم مني. بص، العلاقات الزوجيه دايما فيها مشاكل، يعني لابد ان تكون جسور عنيف
وفي نفس الوقت رقيق حنين وشديد. وبعدين تخرج من هنا تخرج من هنا، كل ده بقى بيروح حلل كل حاجة. انت فاهم حاجة؟ يا رب بعد ما يشيل لو فاهم حاجة. يا رب يا رب يا سامع. بص يا سامع، انا عايز اقول لك حاجة، انت لازم تتغاضى عن كل المشاكل اللي بينك وبينه، لابد انك تكافح تجاهد وان تكون مثابرا. بص يا استاذ جميل، انا مستعد اجاهد واروح لداعش احسن من اللي عامله ده. لا يا سامع لا، الا كده داعش مش احسن من اختي. انا بفهمك اهو، داعش ده ايه؟ الفرق بين داعش واختي؟ التاني طلع لها دقن يعني. ما هيطلع لها دقن يا سامح. يا سامح اهدى يا حبيبي. بص يا حبيبي، انا عايزك تهدى كده وتاخد ميسون تخرج انت وهي تفسحها وتهدوا، علشان نرجع بقى نتفق على كتب الكتاب والدخله. اه اكيد هيبقى في مقابر السيده. اختيار جميل يا سامح، حلو قوي المكان ده، بس ليه يعني؟ عشان بعد الكتاب ده وانتحر فتدفنوني بسرعه بدل المرمطه. لا يا سامح بقى بطل يا عيال ده. بقول لك ايه؟ روح مكتبك لم اوراقك وتعالى خد ميسون واخرجوا اتفسحوا. شوف القمر قاعد قدامك ازاي؟ شايف؟ شايف الالوان قد ايه؟ اه في قمر ملون والنبي يا استاذ جميل. ايش فاهمك في الالوان؟ قوم امشي. طيب امشي. طيب انا مالي بقى. ميسون بقول لك ايه؟ عايزك تفتح مخك بقى. انا مش ممكن اتنازل عن اللي عملوا فيا. بقول لك ايه؟ اتنازلي شويه خلينا نخلص. ممكن اتنازل في حاله واحده بس. ايه هي؟ لو بس ايدي وراسي ومفيش مانع لو بقي كمان. لا لا، كتير يا ميسون، كتير قوي كده. مفيش كائن حي على وجه الارض ممكن يتحمل كل التنازلات دي. طب قلنا ايدك ماشي، خدك ما. لا ميسون، بصي ميسون، عدي الامور يا حبيبتي، عديها، احنا ما صدقنا. امال اعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي، روح اتجوزيه من ورايا عرفي كأن انا مش عارف، ولما اعرف اقول ايه. اختي تتجوز عرفي ازاي؟ وهعمل موقف جامد، بس نبقى دبسناه. ما ينفعش، انوثتي لا تسمح بهذا. اخلصي بقى، انوثت ايه؟ احنا هنلعب على بعض. انا عايز افهم ازاي تخلي بنتك تتجوز عرفي؟ ها؟ ازاي تسيب لها السايب في السايب وتتجوز عرفي يا سعاد؟ يعني ايه؟ حرام عليكي، دي مسؤوليه لا حول ولا قوه الا بالله. عرفي يا سعاد، انت صوتك فضحتيني يا انجي، فضحتيني. فضحتك ايه؟ معقوله بنتك اللي كانت لسه قطه مفتحه امبارح تتجوز عرفي يا سعاد؟ منك لله، الجورنال كله سمع. ازاي؟ مش فاهمه ازاي كنتي لازم تعلميها ان الحريه مسؤوليه، مش تسيبيها كده السايب في السايب. عرفي يا سعاد، انا اصلا استاهل ضرب الجزمه اللي انا جيت لك. جزمه ايه؟ عرفي انجي معلش، اصل انتوا صوتكم كان واطي ما سمعتش كويس. هي بنتها اتجوزت عرفي فعلا؟ في ايه يا كوكي؟ في ايه؟ واحدة استأمنتني على سرها، مش ممكن ابدا افضحها. لا شت. خلاص. عرفي يا سعاد، عرفي يا سعاد، عرفي يا سعاد. انت بتبص على ايه؟ ما ببصش على حاجه. يوه يوهين. بقول لك ايه، انا هروح الحمام. هتعمل ايه يا حبيبي؟ عندي شويه قرف وخنق اروح اخرجه. طب اجي معاك. ما انت لو جيتي القرف هيزيد يا ميسون، خليكي. اوه بقى. طب يا حبيبي انا هفتح صوتك على الموبايل عشان ما احسش انك هتوحشني يا موحة. اوعي اوعي بدرس، بيخلي صورتي تدفع لك المشاريب بالمرة. حاضر. عارف الايام انا لوت انا قاعد هنا وفاتح صورتك؟ طبعا، عشان انت سبتني لوحدي ومشيت يا سامح. كده يا منال تسيبيني لوحدي وتسافري من ورايا؟ بس خلاص، انا مش هفضل عايش في الماضي ده كتير. انت هتبقي بالنسبه لي مجرد نقطه سودة منيله بنيله، هرميكي وهشد عليكي السيفون. انا عارفه يا سامح انك ما روحتش الحمام عشان عايز بيبي، عارفه انك قمت عشان انت مغصوب على جوازك مني. وانا مش مغصوب اني افضل مربوط على ذمتك كده يا منال، انا هتجوز تاني. طب ايه رايك تتجوزني وانا اجالك شقه وافرشها
واعمل فرح بسيط على حسابي، وبعد كده كل واحد مننا يعيش في اوضه، بس المهم اخلص من نزهات اخويا ليا وتجايحه فيا كل شويه. ولو حبيت تتجوز غيري يبقى طلعني. ايه ده؟ ايه ده؟ لا بجد، ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. معقول في واحده عندها فيلينجز وصدق بالطريقه دي؟ انت مين انت اصلا؟ وانت ازاي تكلمني وانا ما اعرفكش؟ بسيطه، احنا ممكن نتعرف. ايه ده شريف، انت ايه اللي معادك هنا؟ سامح، انت ايه اللي جابك هنا؟ تخونوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تباعوا وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم قلبي. قلبي ليه تخونوا؟ يا سامح. ايه؟ انا معرفوش يا سامح، انا مش بخونك. يا ريت يا ريت تخونيني، انا نفسي تخونيني، تبقى اسعد لحظه في حياتي. صدق انت ما عندكش ريحه الدم؟ ما انا عارف. انا ماشي. سلام. ايه ده؟ هي الانسه تبقى خطيبتك؟ كانت والحمد لله هم وتزاح. بجد؟ طب لو مش هيضايقك يعني ممكن اخطبها انا؟ يا سلام يا سلام، بس كده ده انا هوصلك لبيت اخوها هوا وازغرط لك كمان. الله، نفسي اندهلها قوي. هي اسمها ايه؟ اسمها ميسون، احلى من الملوحه وعليها ليمون. ميسون، ميسون دي هديه من السما. هديه قبل انا والشم. عمره يا استاذ، اجيب لك ينسون مغلي ولا باكت؟ انا بقول ميسون. 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 ياه. ميسون. ميسون. مبروك. خلاص يا علي هتسافر؟ ايوه انجي، خلاص مسافر. خايفة لما تسافر عالبلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب، وهناك تعبان مستني بأشواق، تعبان من الفراق. قوم ولع لك شمعة، نورها مستنيك، وفي عيونك دمعة، امسحها بإيديك. خلاص يا شادية بقى، خلاص كفاية. بص يا أولاد، أنا بسافر عشان أعمل لكم قرشين ينفعوكم، عشان أأمن لكم مستقبلكم. طيب يا بابا، بس اوعى تنسى الاس 6 واس 7. ايوه يا بابي، وانا عايزه اي حاجه ات تلاقيها في طريقه. وانا اي حاجه بقى 9 10 11 عشان عمر. اكس 6 و7 و9 و8 و10، انتوا فاكريني ايه؟ لا دي السفريه مش هتجيب همها، انا مش مسافر. لا لا خلاص خلاص يا علي، خلاص يا علي، ربنا معاك، روح بالسلامه. ربنا معاك. قوم ولع لك شمعة، نورها مستني، وفي عيونك دمعة، امسحها بإيديك. قوم ولع لك شمعة، نورها مستني، وفي عيونك دمعة، امسحها بإيديك. واتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، أنا وعيت عظم. واتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال. انت ممسوك في قلب، جوزها عرف يا باشا. وانتي؟ عرفي يا باشا. وانتي؟ عرفي برضو. وانت؟ اموت واتجوز عرف يا باشا. كنت عارف انك هتقول لي كده. اخلص يلا. حاضر يا بيه. واطلع من وسطيهم. حاضر. وانت؟ طلاق يا باشا. احبس لي الكلب ده. ليه يا باشا؟ هتحبسني ليه؟ انا كل الحكايه ان انا اتخانقت انا ومراتي وطلقتها الحمد لله خلاص،
وجاي عشان اثبت حقوقها رسمي انها خدت كل حقوق. حلو، ده حق مراتك، انها من حق الحكومه انها تحاسبك لما تغلط، وانت غلطت وطلقت كمان. يعني مش عاجبك؟ شويه شباب زي الورده هم بيتجوزوا عرفي عشان مش لاقيين يتجوزوا شرع، وانت جاي تطلق. يا باشا العيال ما تربتش، وانا والله ما اعرف ولا واحد فيهم. ما هو انت تتعرف عليهم تحت في الحجز. ليه بس يا باشا؟ خدهم عسكري بولبول على الحجز تحت. امرك يا باشا، انا ايدها اعرفك يا ما تخافش، ما تخاف. يلا يا حبيب التوهي، يلا نجروا كده على الحجز قدام. يلا يا حبيبتي، خش يا اخويا. العرفي قال، كل دول عرفي. يا دينينا، كل يوم مسلسلات تركي، مسلسلات تركي. ايه يا كمالي؟ انا من كتر الفرجة على التركي بقيت حاسس ان انا ساكن في اسطنبول. معلش يا حبيبي ما تزعلش نفسك، اجيب لك هندي؟ بلا هندي بلا قرف. اما الولاد فين؟ مش شايفهم يعني بيتنططوا في الشقة. بنتك طول النهار قافلة على نفسها باب اوضتها، وابنك ليل ونهار قاعد على الكمبيوتر. ايه؟ ازاي يا كمالي؟ ايه؟ ازاي تسيبهم قاعدين في الاوضه لوحدهم من غير ما تعرفي بيكلموا مين ولا بيعملوا ايه؟ هيكونوا يعني بيعملوا ايه وبيكلموا مين يا حسين؟ هم مرزوعين في البيت. الله، على رأيك صح، انت صح، قاعدين في البيت احسن ما يخرجوا برا البيت. يخرجوا برا البيت يروحوا فين؟ دول حيالله 9 سنين و6 سنين. يا كاميليا انت مش فاهمه حاجه، ده سن خطر. انت ما بتشوفيش البلاوي اللي انا بشوفها في الاسم عندي. يا مامي، هو ايه علاقة اللي انت بتشوفه في الاسم بولادي يا حسين؟ لا انا مش هعرف اتكلم ولا افكر طول ما انا جعان. انت تقومي تعملي الاكل، بعد كده ترجعي تقولي لي اخبار الشارع والعماره والصحافه والاعلام والتوك شو. ترجعي بعد كده تطمني على العيال وترتبي الشقه. تجيلي بقى اكون فكرت لك هتعملي لي ايه. نهار اسود، ده اطول من المسلسل التركي اللي انا بتفرج عليه. ايه يا حسين، انا عبال ما اعمل الحاجات دي كلها هتكون نمت. الله، ما طبعا لازم انام، مش عندي شغل الصبح. طب سونا. نعم سونا. مش دلوقتي بعد ما اكل. لا لا سونا. عايزه ايه؟ عايزه فلوس. هجيب لك فانوس، حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر. فانوس ايه؟ انا جبت سيره فانوس، عايزه فلوس. ايوه عارفه، فانوس بتاع وحوي يا وحوي والكنافه بالمانجا، عارفها. ركز معايا يا حسين، عايزه فلوس فلوس فلوس. قوم يا كمال يعمل ايه كنافه بالمانجا. حاضر يا حسين. وهاتي ده. الحمد لله، نسيت الفلوس. انا ما نسيتش يا حسين. الحمد لله نسي الاكل. انا ما نسيتش يا كاميليا. يا مامي حضرتك وعدتينك هتخليني اروح عيد ميلاد صاحبي بكره، وكمان هتديني فلوس علشان اجيب له هديه. ايوه يا مامي، وبابي دلوقتي مش موجود عشان تدبسيها فيه وتقولي ان هو مش موافق. بتزنقوني يا ولاد علي؟ انا يا حبيبي ما قلتش ان انا مانع انك تروح عيد ميلاد صاحبك، كل اللي بقوله ان انا هاجي معاك. يا مامي تيجي معايا ليه؟ هو عيد ميلاد صاحبك ولا صاحبي؟ واو، ايه ده يا مامي، انت مصاحبه؟ بس يا بنت، قله الادب دي. طالما هو صاحبك يا سيسولي ومش صاحبي انا، بتطلب مني فلوس ليه علشان تجيب له هديه؟ جيبها له من معاك. ما انا الفلوس اللي كانت معايا جبت بيها هديه لكيمي علشان الفالنتاين الاسبوع اللي فات. كيمي؟ عرفتها امتى وفين وازاي وليه والساعه كام؟ ومين دي اللي تجيب لها هديه في الفالنتاين وما تجيبش لامك؟ سولي، اوعى تكون ضربت ورقه عرفي. لا يا مامي ما تخافيش، لسه شويه. لسه؟ يعني ايه لسه؟ لا لا سوري، قصدي انا لسه صغير على الكلام ده. ايوه لسه صغير. لسه صغير؟ يعني ايه لسه صغير؟ يعني انت لما تكبر ممكن تعمل كده؟ اخس عليك يا سولي، اخس، كسفتني. ايوه كده، ايوه يا عقله يا تربيتي. عرفي ايه وقلة ادب ايه؟ قوليله يا عقلة حبيبة قلب امك. ما تاخدها يا ابني وتهج بيها على ايطاليا ولا ما تكمليش يا بنت المجنونة. يا ريتني ما كنت قلتلك تقولي حاجة. ايه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يعني ايه هج بيها على ايطاليا وباريس دي؟ عادي يا مامي، العرفي ده حاجة عادية هناك. يا سلام، من غير ورق كمان وحياتك. قولي والله. اه والله. ايه ده؟ ايه اللي انا سامعاه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يعني لو ما كانش من التلفزيون هيبقى من النت. حلو قوي، من النهارده لا في تلفزيون ولا نت. عادي، صحابنا هيبقوا يحكوا لنا.
يا سلام، انتوا بتغزوني صح؟ ناموا ناموا، اتخمدوا بدل ما انتوا عارفين. ناموا. والجرنان ده بيتقري منين؟ الحقني يا بابا الحقني. ايه في ايه؟ الحقني يا بابا. ايه يا بابا؟ يخرب بيتك البضاعة. اوعى اصل البت دي بنت كلب. البت الكلب اللي انت بتشتميها دي تبقى بنت، احترمي نفسك. سيبني يا شعبان عشان البت دي معصباني. بص انت مش دي بنت، بنت كلب تاني بتقولي بنت كلب. بقول لك ايه، البنت دي بنتي، عايزه منها ايه؟ اهدي وفهميني. انت لو تعرف هي عملت ايه مش هتقول كده، مش هتسيبها، هتقول عليها بنت ست كلب. لا ده انا باين عليا همد ايدي وهخبطك بالبتاع دي على دماغك. اسمع يا شعبان، البت بنتنا سمعتها بتسمع في ودنها اغاني، حتى السماعه، وبتسمع اغاني بدرون. طب وفيها ايه يعني بتسمع اغاني في البدروم وتسمع الاغاني في البدروم ليه؟ ما تسمع الاغاني في الشقه. اولا ما اسمهاش اغاني بدروم، اسمها اغاني اندر جراوند. اندر وير؟ ايه اللي الادب والحق اللي الادب اللي انت بتقوليها دي؟ اندر وير ايه؟ مش اندر وير، انت راخر. الاندر وير ده اللي بيتلبس اللي انا وريته لك قد كده. هو ده كان اندر وير؟ اه. طب وفيها ايه يعني؟ ما تهدي وتفهميني، ايه المشكله؟ المشكله ايه؟ الاغاني دي فيها كلمات كده عيب جدا. انت عارف الاغنيه بتقول ايه؟ ارجوك في الارض اتفحر، ارجوك في السقف اتمحر، ارجوك وتقول لي مفيش، ارجوك ما تعصبنيش. تديني ليه؟ ما انا عندي كل الحاجات دي، ما انت جايبه لي كل حاجه. ايه بقى بقى جي انا هوريك يا بنتش. طب ما انتي كمان بتسمعي الاغاني دي. ما انتي وبتقولي لي ما انتي. وبعدين انتي مالك؟ انتي ايه يعني؟ انا اسمع عشان انا واحده ست كبيره، انتي بنت صغيره يا اختي ما طلعتيش من البيت، اسمعيها لعيب. وش معنى بقى الكبار يسمعوا الحاجات العيب ويتفرجوا على الحاجات العيب والصغيرين لا؟ شوفي بقول لك ايه، اوعي تكوني قلت لها ان انا بتفرج على حاجات عيب. تتفرج على حاجات عيب ايه ده؟ انت اخرك توم وجيري. ما هو عيب ان ابوها يتفرج على توم وجيري. والله العظيم انا مش عارفه الاقيها منك ولا من بنتك. انا ايه العيله دي يا ربي؟ انا مش عارف انا اتجوزتك ازاي وخلفت البنت القمر دي ازاي. امشي بقى غور امشي. انتك في الارض البحر، انتك في السماء البحر. البضاعه الله يخرب بيتك غور امشي. انت عارفه كويس ان انا ربيت بنتي على الحريه. طبعا برافو عليكي، انا كمان مربيه مي وصولي على الحريه طول عمرها، من صغرها بسيبها تعمل اللي هي عايزاه. برافو عليكي، انا كمان بسيب مي وصولي يعملوا كل اللي هم عايزينه. انجي انجي اي انجي. ايه يا كاميليا في ايه؟ مالك في ايه؟ سرحانه في ايه؟ ابدا والله يا كاميليا، الولاد هيجننوني. ما عداش على سفر ابوهم يجي اقل من شهر وهم زي ما يكونوا انطلقوا كده، كان اللي شاكمهم مشي. ازاي يعني؟ مش عارفة، طول الوقت عايزين يخرجوا برا البيت، وحتى لو موجودين جوه البيت سوليا إما قاعد بيلعب بلاي ستيشن وأخته طول النهار بتلغي مع أصحابها على النت. طب ما تمنعيهم يا إنجي، انتي لازم تمنعيهم. والله فكرت يا كوكي، بس بعدين لما حسبتها صح رجعت في كلامي. ليه بقى؟ لقيت إن الممنوع مرغوب، ويعملوا كده قدامي أحسن بدل ما يقرطصوني ويعملوا كده من وراي. بس انا بقى واثقه ان انت هتقدري تتصرفي من غير علي. انت ب100 راجل يا انجي. 100 راجل ايه بس يا كوكي؟ وجود الاب مهم قوي في البيت. اه هو غالبا مهم ليك انت بس، لكن مش طب انت عندك حسين اهو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يزعق وياكل ويقدح وينام. كفايه انه يقنتخ دي بس، كفايه ان الولاد يسمعوا صوته في البيت يشموا ريحته. فعلا يا انجي احنا على طول شامين ريحة حسين في البيت، بس في الحمام. ياه ايه كوكي ده، فصلتيني. وحشتني ريحتك قوي يا حسين. القرف. اهدي يا ميسرون اهدي، انا بعت اجيب الزفت اللي اسمه سامع ده وهتشوفي انا هعمل فيه ايه قدامك. بقى انا ميسرون هاني بنت الحسب والنسب اللي يتكتب فيها شاعر في حسنها وجمالها يعمل معايا اللي عمله في الكافيه ده. بغض النظر ان ميسون عن موقف اللي عمله معاك، انما مين هي بنت الحسب والنسب اللي كتب فيها شعر دي؟ انا طبعا. هو في كم ميسون في البلد؟ بصراحه مفيش، انت عمله نادره. طبعا بس صدت من ركنة. انا جيت اهو جاي اللي هيشيل الصدمه من عليك يا ميسون. ايه؟ قصدي يعني اللي هيشيل الطين بسبب اللي عمله معاك. انت ازاي يا بني ادم انت ما تاخدش موقف وميسون بتتعاكس قدامك من واحد غريب؟ ده مش غريب، ده شريف جار انجي. شفتي شفتي كنت هتخليني اغلط ازاي؟ اه ما طلعش غريب، طلع معرفه، شريف جار انجي. يلا بقى
ومتصالحوا بقى علشان نلحق نخلص الموضوع وتتجوزوا. انا استحاله اتجوز الكائن ده. وانا استحاله اتجوزك برضه. وانا استحاله استحملكوا اكتر من كده انتوا الاثنين. ارجوكوا ابص رجليكوا. انا خلاص مش قادر. بلاش اعمل العيال ده. وبعدين يا بيسون انا اجيب لك حيوان تاني غير سامع منين يرضى يتجوزك؟ انا الحيوان اللي هرضى بيها يا عم. عمل دبل عمد اسم الاستاذ جميل يا ولد. وبعد كده دخلت هنا اصلا ازاي؟ ده الحيوان اللي عاكسني في الكافيه. طبعا ما دام عكسك يبقى حيوان. يا عمي انا كنت بس عمد دبب. قلت لك ما تقوليش يا عمي اسم الاستاذ جميل. دي اللي مزعلك؟ طيب يا استاذ جميل انا جاي اطلب ايد اخت حضرتك الجوهره اللؤلؤه ميسون هانم. ايه؟ ايه؟ عمي طبعا ده انت اللي عمي. انا هنا تاتشي تاتشي بيدا. ده انت اللي عمي. اقعد يا عمي اقعد. يا شريف يا عم. شريف يا جميل يا جميل يا حبيبي. انت كمان هتقعده؟ انا استحالة اقبل من هذا. اترزي اترزي مش عايز اسمع صوتك. معلش اصلها رقيقة ما بتستحملش اي حاجة. ده اللي حببني فيها. اللي تشوفه يا ابا. بر طيب طيب ولا الحوجة ليك يا حيوان. تخيلي انا كمان مش عارفة اعمل ايه مع العيال ده طول الليل والنهار قاعدين في البيت على النت. احمدي ربنا يا كوب. احمدي ربنا يا حبيبتي انهم قاعدين اصلا. انا ولادي طول النهار هاجين من البيت. قال ايه طالعين لي في موضه جديده قاعدين طول النهار على الكافيهات او في المولات بيتفرجوا على الاوروبي. بيجيبوا الاوروبي يا انجي الاوروبي؟ لا 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 الا الاوروبي يا انجي. انا بسمع انهم بيجيبوا حاجات ايتشين بلس. ايتشين بلس؟ اه. هو انت بتتفرجي على ايتشين بلس؟ اه. لا يا حبيبتي مش قصدي على ايتشين بلس. مش ده الاوروبي اللي قصدي عليه. عيالي بيتفرجوا على الماتشات الدوري الاوروبي. انتي فين؟ بس انا مستغربه قوي من خروجاتهم دي. عجيبه قوي يا انجي. عارفه ايام خروجاتنا احنا زمان كنت بخرج مره واحده في الشهر هي يا دوبك. نروح ناكل عند عبده نتانا او زيزو جراثيم ويوم لما نتمطع قوي وننحرف يعني ناكل على عربيه فول اسمها شخلحة بالراحه يا حمد. اموت انا هموت على سندوتش شخلع. ايوه تموتي في الايتين بلس. طب وبقيت الشهر كنتوا بتعملوا ايه؟ حقيقه كنا بنقضيها مستشفيات نتعالج من البلاوي اللي كلناها. بس بصراحه انا عايزاكي تخلي بالك من موضوع الكافيهات ده يا انجي. اصل حسين قال لي من كام يوم ان هو قبض على شويه عيال قاعدين في كافيهات بيشربوا شيشه وما كانش معاهم بطايق. شيشه؟ انا عيالي يشيشوا؟ لا يمكن ابدا. انا عيالي ما بيتوش ريحه السجاير اصلا. الشيشه قال هو سندوتش الشخلعه ده حلو قوي يعني؟ بصي بقى البنت تكون بتشيش. افتح بقك يا قول هاها 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 فيها هوا هاها فيها هوا. بقك ريحته ايه؟ تفاح. شيشه تفاح؟ لا عصير تفاح. انت متاكد انه عصير مش شيشه يا سولي؟ ايوه يا مامي سولي ما بيشربش شيشه. طالما انت قلتي كده يا مي انت طالعالي انا بثق فيكي كده. انا اطمنت. انا اللي بشرب شيشه يا ماما. تشربي ايه لحبك؟ قولي هاها فيها هوا. ياي الشيشه ما بتطلعش ريحه. طلعتي ما نزلتي يا بعيده بتشربي شيشه يا مي. يا مامي بهزر معاكي. شيشه ايه بس؟ ايه الهزار السخيف ده؟ اصحيح يا مامي انت ثقتك قلت فينا كده ليه؟ لا هي ثقتي ما قلتش. هي بصراحه انعدمت. بس اعمل ايه خايفه عليكم؟ حقك تخاف علينا بس مش للدرجة انك انت تشكي فينا ان احنا بنشرب شيشة في السن ده. صح صح عندكوا حق. انا غلطانة. السن ده بتاع المخدرات على طول. اه يا الجزم يا ولاد الجزم تعالوا بقى. لا هتروحوا مني فين؟ ما جاتش فينا. والله انا هوريكوا بقى هتيجي ازاي. انا غلبت غلبت وفضية وزهقت ومليت وكليت وبقيت انط زي النطيط وبصوصو زي صرصار الغيط. خلاص انا تعبت. الموضوع بيزيد يوم عن التاني مش قادره خلاص. بس يا حبيبتي ابنك عمر لو سمع الكلام ده هيفتكرك خلاص اتجننتي. هو
هو لسه هيفتكر؟ انا خلاص فعلا فاضل لي شعر هيرجع واتجدد. يا اختي احمدي ربنا ان انت لسه فاضل لك شعر. انا بقى خلاص راعت وبقيت ظلبط. العيال كل شويه يجيبوا لي كلام غريب ويقعدوا يقولوا جبتوا الكلام ده منين يا عيال، يقولوا لي من المهرجانات. بسم الله ما شاء الله، هي دي العيال ولا بلاش بيروحوا مهرجانات سينما؟ مهرجانات سينما ايه يا اختي؟ ده المهرجانات هي اللي بتجيلهم، دول قصدهم على مهرجانات شحت كاريكا واوكا وأورتيكا. راح فين الزمن الجميل، زمن الفن الجميل والاغاني الحلوه والكلام المعبر؟ اديني رمضان. انا جوزي شعبان. اديني رمضان. انا جوزي حران. بس يا جماعه لازم تفهموا ان الجيل الجديد ده له طبع خاص، لازم ياخد حريته. لا ابوس ايدك، الا الحريه دي؟ لا، في واحده صاحبتي معايا في الشغل ربت بنتها الحريه اللي بتقولي عليها دي. وماله، شيء عظيم ورائع. اتجوزت عرفي. يا مصيت يا نهار منيل بستين دينا. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى؟ لا يا اختي انا اقوم الحقنا. لا تقومي فين، ما تقلقيش عيالك لسه صغيرين. يا اختي انا مش خايفه على العيال ما يندقوا بجد واسخ، انا خايفه دلوقتي على شعبان المنيل على عينه، ده صايع وضايع، ده ممكن يعملها. انت عارفه شعبان ده عينه قد كده، هو بيقعد يبص للستات. اديني شعبان. انا جوزي رمضان. اديني شعبان. انا حران وجعان. لا انا صعبان عليا البنت اللي جالها بالهريسيا وقاعده على الترعه. روحي للي حبتيه شيخه، روحي للي حبتيه يلا روحي. ما انت خلاص حبيتي غيري، ما انت خلاص. ما تجيبوا لي اسمها. سيبنا المشكور. بصوا يا ولاد جبت لكم ايه؟ ثواني يا مامي. بصوا بس الاول، يا انت قاعده تتكلمي واحنا مش عارفين نركز. يا سلام، تركز في ايه بقى؟ ان شاء الله انت بتمتحن، انت بتلعب كوره. ماشي، بس ده ماتش مهم بيننا وبين اصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فين اصحابكم دول؟ انتوا بقيتوا تصاحبوا عفاريت؟ صحابنا على النت يا مامي. تعرفوهم منين؟ إيه؟ معاكم في المدرسه؟ ها ها ها. مدرسه ايه يا مامي؟ نعرفهم من على النت. يعني ايه من على النت كمان؟ ازاي تلعبوا مع ناس ما تعرفوهمش ولا تعرفوا اصلهم ولا فصلهم؟ ها ها ها. لا طبعا نعرفهم يا مامي، يعني احنا بنلعب مع بوعميره من الجزائر، عثمان من السودان، الهام مزه من لبنان. يا سلام، واذا ممكن افهم بقى انتوا بتلعبوا مع كل دول في نفس واحد ازاي؟ مالتي كمان بتلعبوا مالت؟ لا طبعا يا مامي ما تفهميش صح، انا سوري بس راجل قوي. مالتي ايه يا مامي؟ مالتي يعني رباعي. كمان رباعي يا قليله الادب. يا مامي بقى قولي بسرعه بقى، احنا لحد ما نشرح لك هياخد وقت كبير جدا، واحنا اصلا خلاص خسرنا يعني. احسن برضو احسن. بصوا سيبوا الهباب اللي في ايديكوا ده واتفرجوا معايا انا جايبه لكم ايه. دي العاب الاطفال المحترمه، جبتها من عند انكلكو شعبان. ايه اللعب دي؟ دلع. دي السلم والتعبان وفي ظهرها الليدو. ميدو مين؟ ميدو ايه؟ ليدو. ومعايا كمان بنك الحظ. بنك الحظ اسمها مونوبولي على فكرة. يا سلام يا رايقة، مونوبولي ماشي، الثقافة واخدة حدها. بس دي لعبة رزلة ورخمة قوي، وبنقعد تلات ايام ولا حد بيخسر ولا حد بيكسب ومش بتخلص خالص. ايوه يا حبيبي، هو ده الهدف من اللعبة، ان احنا نتلم على حاجة واحدة اطول فترة ممكنة. لا يا مامي بصراحة اللعب دي اولد فاشن وفيك قوي. اولد فاشن وفيك ومونوبولي يو. ايه يا رايقة ده؟ ايه الثقافة اللي واخدة حدها معاكي؟ سيبوا بقى الهباب اللي في ايديكوا ده وتعالوا جربوا معايا. نجرب ايه يا مامي؟ انت جايبه لنا طبقين رز بلبن عايزانا ندوقه. وبعدين يا مامي احنا هنسيب التكنولوجيا ونجرب لعبه ب 3 جنيه. تكنولوجيا؟ تكنولوجيا؟ يعني جيت اقول لك اولد فاشن وانت تكنولوجيا؟ حرام عليك، ايه العلام الفاسد ده؟ يا حبايبي يا حبايبي، الهدف من الالعاب ان احنا نتلم كلنا مع بعض. ها؟ برضو مش عايزين نلعب. ده انت غلس قوي يلا. طب ما تيجي انت يا مامي تجربي معانا. اجرب معاكوا ايه؟ فيفا 16. لا ماليش فيها، تعالوا انتوا جربوا معايا طبقين رز بلبن هتتبسطوا. حلو. يلا بقى يلا بقى، بطلوا غلاسه بطلوا غلاسه. عارف يا سمين، انا مش قصدي ان اولاد انجي بس اللي هما محتاجين تربيه، لا انا بقول ان كل العيله محتاجه تتربى من اول وجديد. معقول يا رجاء؟ هو في ادب انجي وعلي؟ مش قصدي الادب ابدا، انا بتكلم عن الفجوه، الفجوة كبيرة جدا اللي بين الجيل القديم والجيل الجديد. الجيل القديم محتاج ياخد كورسات جديدة عشان يعرف ازاي يتعامل مع هذا الجيل. الجيل الجديد ده الله يكون في عونه. لا يا حبيبي، الله يكون في عون العائلات اللي بتربيهم. ده جيل متفتح اكتر من لازم،
مجرد تاتش من صباحهم كده على الموبايل يكتشفوا العالم كله. ولا الاغاني المسفه. هاتي بوسه يا بت، هاتي حته يا بت، هتدي له منين؟ هجيب منين؟ الاغاني المسفه ولا افلام الكرتون دلوقتي اللي كانت زمان فيها موعظه للاطفال، كلها جمل فيها معنيين والحدق يفهم بقى. وخد عندك بقى الاب يا عيني اللي مشغول مصاريف البيت ومصاريف الولاد. والام كمان ما هي مشغوله بوظيفتها ومشغوله كمان بتربيه اولادها ورعايتهم. والله انا قلقان عليهم وعلى اللي بيربوهم. انا بقى قلقان على انجي. لا ما تقلقيش، ما دام فاتت ساعه وما جاتش يبقى الخطه بتاعه الالعاب نجحت. والله عندك حق، هي ما بتجيناش ابدا الا في المصايب وبس. يا ريت تصحيحي يا جوجو حبيبتي، انت برضو في مقام جدتها. ايه؟ مامتها. مامت مين يا اخويا؟ قصدي خاله مامتها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني واحده من العيله وخلاص. انا ده انا هقطعك. تقطعي مين بس يا حاجه؟ ده انا كسبك 11-0 في الشوط الاولاني. احنا هنهزر بقى، ده انا مقطعاك مقطعاك. مقطعني؟ حبيبتي الفريق بتاعك اللي لابس احمر. يا سلام، لا انا فاكره ان ده الفريق بتاعك انت. حكي على ايه؟ حكي على ايه؟ قال لك هتقطعي. لعلمك بقى الدراع ده بايظ والزرار بتاع الاكس ده معلق. هنحمرق بقى. بقول لك ايه، شغل المبتدئين ده مش عليا. ها انا حافظه. مبتدئين؟ ماشي ماشي. قومي قومي افتحي الباب. مين يا مي؟ ده انكل سمير يا ماما. انكل سمير؟ صراحة بقى أنا ما قدرتش يا دكتور، ما قدرتش. أصل البلاي ستيشن دي طلعت لعبة فظيعة تجنن. دي كلها حاجات حديثة وجديدة وتكنولوجيا، مش حاجات مزنبلك بتاعتكو. يا سلام، على أساس أنت على أيامك يعني كانت الألعاب بالطاقة الشمسية مثلا؟ على أيامي؟ لا، على أيامي ما كانتش اللعب طلعت خالص. طيب أنا هعمل إيه بس دلوقتي؟ شوف يا ستي، أنت خدي الكتاب ده، ده اسمه الوصايا العشرة لأولادك، تقري وتعلمي الأولاد. أيوة بس الكتب كتير، كتب كتير يا دكتور، بس التنفيذ صعب. يعني أنت قريتيهم قبل كده؟ لا. عمرك ما هتعرفي تنفذي، اقري. حاضر حاضر هقرا ما تزعقش. تتأثر الأبناء بشدة بأسلوب النصح عن طريق القصص الواقعية من خلال تحويل النصائح إلى شخصيات ومواقف توضع أمام الأبناء كقدوة ومثل. يعني أنا مش فاهمة حاجة. يعني أنت هتألفي قصة كده واقعية جميلة وتنقي شخصية فيهم أنت حباها وتمثليها. الله، يعني أتقمص شخصية حد؟ برافو. الله، عارف أنا نفسي أتقمص شخصية طلعت حرب. يعني طلعت حرب مش مشكلة، بس أنا أفضل طلعت زكريا صاحبنا. لا يا دكتور، عارف ليه بس طلعت حرب؟ علشان أعمل بنك زي اللي عمله طلعت حرب. طيب أقوم أنا بقى أسحب فلوسي من البنك بتاعي عشان أحطهم في البنك اللي أنت هتروحي تاخدي منه الفلوس. حلوة أوي، فكرة هايلة. الحقيني يا رجاء. يا مامي حرام عليكي بقى. يا مامي يا نبي يغلى. لا لا يا مامي لا. عش يا مامي. هو لسه شفتوا حاجة؟ لا لا يا مامي. مال مال لا هتقولوا بقى؟ مش هتعترفوا كنتوا بتعملوا تشات مع مين؟ مش هتنطقوا صح؟ لو ما نطقتوش هزود الميه السخنه والملح في الميه اللي بنوعين فيها. يا مامي ما احنا قلنا لحضرتك. انا ما اسميش مامي. ما احنا قلنا لك يا ست ريا. انا مش ريا. احنا اسفين يا ست سكينه. وانت مش هتنطق وتعترف؟ السيديهات بتاعت الفيفا والايفوليوشن والكاندي كراش وايه التالتة اللي كانت التانية كانت ايه؟ تيكن. تيكن ايوه، وتيكن دي مخبيهم فين؟ يا مامي ممكن تقولي لنا انت بتعملي فينا كده ليه؟
اسميش مامي، قلت ما اسميش مامي. يا ست سكينة، عارفة أنا بعمل فيكوا كده ليه؟ أنت عارف؟ لا. أنا بعمل فيكوا كده علشان الأمن يستتب في البيت ده، علشان ما يبقاش فيه انفلات أمني، ما يبقاش فيه إيه؟ انفلات أمني، علشان الحرية الزيادة وعدم المسؤولية اللي أنتوا فيه. بس ده ضد حريتنا. نعم يا أخويا ضد إيه؟ لا هي دي حريتكم، أنا من هنا ورايح اللي هقول لكم إيه هي الحرية اللي مسموح لكم بيها. يعني هي دي الحرية يا مامي؟ أيوة يا أختي هي دي بقى الحرية، تبقى زي ما تبقى. يعني يا مامي انت منين بتعذبينا وحاطه رجلينا في ميه وملح، ومنين بتحبينا وبتخافي علينا؟ ايوه، وبعدين ايه الميه الملح اللي انت بتعذبينا فيها دي؟ انت كده عايزه تخليلي رجلينا. ما انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، مش عارفه اعمل ايه، وتعبت تعبت تعبت. يا مامي انت قلت لنا انك هتحكي لنا على شخصيه ناخدها قدوه لينا، مش تعملي لنا ريا وسكينه. صحيح يا مامي، هدي الشخصيه القدوه أزرق وسكينة، كانوا بيخطفوا الستات ويقتلوهم وياخدوا الذهب بتاعهم. أيوة صح، كانوا بيعملوا كده. بس عامل إيه بقى اللي لقيته؟ الجلابية اللي لقيته، كنت عايزة أخوفكم وخلاص. بقول لكم إيه، أنا تعبت تعبت ومش قادرة أشيل المسؤولية لوحدي. أنا هكلم أبوكوا يرجع بالسفر يشيل المسؤولية معايا. يا مامي إحنا عارفين إنك بتحبينا وبتخافي علينا. يا سلام. ايوه بس برضه ما ينفعش انك انت تكتبي مقالات على الابناء اللي لازم يكون عندهم شخصيه وانت بتاخدي مننا حريتنا. لو النبي ايه؟ ايوه يا مامي، يعني ما ينفعش نفضل ماشيين وراكي زي البط اللي ماشي ورا امه لحد ما تتجوز. يا سلام، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بتجيبوا الكلام ده منين؟ من النت. الله يقطع النت على اللي بينتتوه. يا مامي ما تخافيش، احنا عارفين حدودنا كويس. ايوه، ومش معنى انك انت اديتينا حريه فاحنا معنى كده ان احنا مش قد المسؤوليه. بجد؟ ايوه. طيب ممكن تبقوا تعلموني شويه على النت عشان انا ميح خالص. بس بشرط انك انت تفتحي دماغك معانا شويه. قصدك ايه، انا غبيه؟ لا لا مش القصد، انا اسف. طيب خلاص خلاص افرغ. اخيرا. رجليكوا وجعاكم؟ اكيد يا مامي. خليلت جامد يعني؟ خليلت من عربيات. انا بقيت لفت يا مامي. عيون السما الزرقة في ليل أسيوط تنور قلبك الدافي كما الزلوط، وتزرع فيها وتربي كشجر التوت، هقولها لك وانا واقف في علو الصوت، بحبك حب ميكي لعم بطوط، ما كانش عاشق يا هوا فارق حبيبه. الله يا ابو وديع، الله ما شاء الله، ايه الكلام الجميل ده؟ بمناسبة الشعر الجميل اللي انا ما فهمتش منه ولا كلمة، حضرتك بتاخد شاي وكيك ولا شوكولاتة وقهوة؟ يا مدام قلت لك 100 مرة اني الشاي وكيك، والاستاذ اللي في الفصل الثاني هو اللي قهوة. حاضر يا فندم حاضر، من غير ما تزعل نفسك اتفضل. لا ازعل يا مدام ازعل، مش كل مرة تضيع لي دقيقتين من وقت الحصة، وانا عشان طيب يعني بوقف الستوب ووتش عشان بحبكم. زي غيري. جميلة جميلة جميلة. آه. ريت حضرتك تعليها شوية بس علشان هالحتة بتاعت ألف ليلة دي. أنا سامعك سامعك يا مستر. تقصد إيه يعني إنك مش زي غيري وبتحبهم؟ أنا ذنبي إيه إنك هفق وبتضيع دقيقتين من وقت الحصة في أسئلة الهانم ومش بتحسبهم زي ما أنا بعمل من وقت الحصة؟ ها؟ صلوا على النبي يا جماعة، معقولة هتتخانقوا عشان خاطر دقيقتين؟ في داهية الدقيقتين، وحضرتك صحتك من الدنيا ليه بتعمل في نفسك كده؟ يا سلام، هو حضرتك خايفة علي؟ لا إطلاقا، أنا خايفة تتخانقوا مع بعض أكتر وتضيعوا على أولادي وقت أكتر من الحصة. إخس، وأنا اللي كنت فاكر إن صحة المعلم أهم عندك من وقت الحصة؟ قول لحضرتك كده وشغل الستوب ووتش بتاعت الحصة. لاحظي كده إن أنا هاجي على الدرس اللي بعده، وبالتالي هظلم تلاميذ تانيين، مع اني اصلا حاسس ان بصراحه كده هعتذر ان اكمل الحصه دي لان هفتان وصحتي كده مش مساعداني. ليه يا فندم ليه؟ ليه على ايه كل ده؟ ده صحه حضرتك بالدنيا، وادي الستوب ووتش انا شغلها بنفسي. حقيقه لو حضرتك تعبت مثلا لا قدر الله، جات لك ازمه قلبيه مثلا او ذبحه صدريه او اتكلت على الله مت، مش هعرف اتصرف، مش هقدر اجيب لعيالي اي مدرسين تانيين لان احنا في موسم امتحانات. يعني حضرتك يعني اعترفتي ان احنا صحتنا مهمه، طب بمناسبه كده يعني شوفي لنا حاجه ترم بيها عضمنا. ايوه
يا اخي اتكلم كده حلو من الصبح. ما تنسيش حضرتك تتوصي باللحوم والاسماك. ولو في صبيت تبقى اتعشت يعني. ما شاء الله بتتعشى صبيت. طيب من عينيا الاثنين. وبالنسبه للحوم بقى بتحبوا التسويه ايه؟ تحبوها well done ولا medium well؟ ولا بتاكلوها نيه؟ شكلكم بتاكلوها نيه. معلش يا رجاء والله طلباتهم جت فجأة وما كنتش عاملة حسابي. والحقيقة أنا كمان ما كنتش عاملة حسابي إنك أنت هتيجي وتاخدي كل الحاجات دي. أوعي تكوني متضايقة يا رجاء. لا متضايقة من إيه؟ اعتبريها تلاجتك يا أنجي. يا سلام، وهي لغاية دلوقتي مش معتبراها تلاجتها؟ ده بسم الله ما شاء الله أخدت كل اللي فيها. فاضل ايه تاني يا انجي؟ فاضل ايه تاني يا انوجة؟ لا ما تفكرش تقول ناقص ايه ناقص ايه. التلاجة خلاص بح، ما فاضلش فيها اي حاجة خالص. لا فيها ازازة مية نص. حلو قوي، يا ريت تجيبيها لي يا جوجو والنبي لحسن. انا المية الساقعة خلصت من عندي، خلصوا عليها المدرسين بتوع الصبح. بقول ايه يا انجي، ما تاخدي احسن يا حبيبتي التلاجة بشخصيتها كده يبقى اريح. والله فكرة، بس هتجيبي مين يشيلها يا أنوجة؟ هتجيبي مين يشيلها يا أنوجة؟ وتشيليها ليه يا أنوجة؟ هات العيال يجوا ياكلوا هنا ورجع تطبخ لهم. والله أريح. يا سلام، والله أريح يا حبيبتي. شبتي في الجملة خلاص؟ لا شكلك متضايقة. اوعي تكوني متضايقة يا رجاء. معقولة هتتضايقي ليه؟ وفي حاجة حصلت؟ روحي انت بس هتجهزي الولاد وهاتيهم هنا قبل ما رجاء تكون عملت الكشري والعدس. لا عدس ايه؟ بقولك يا جوجو انا سايبة جوه كيس بوفتيك ونفسي فيه قوي، يا ريت تعمليهولي. اوعي تكوني متضايقة يا رجاء. هي دي هي دي الجملة دي. اوعي تكوني متضايقة يا رجاء، من فضلك ما تقوليهاش تاني. طب ما تزعليش نفسك والنبي، انا حاسة ان احنا عيلة واحدة. يعني انا اجي اخد اللي في تلاجتك، انت تيجي ما تاخديش حاجة من تلاجتي، صنفة صن يعني. يا سلام يا حبيبتي عيلة واحدة. بحبك قوي يا جو. اوعي تكوني متضايقة رجاء، اطبخي بقى. بقولك ايه انا حاسة ان جالي واسمه ايه؟ كليكس. يا بنتي ركزي معايا بقى وجاوبيني، ما تخنقنيش. لماذا يزأر الأسد؟ يوه، وانتوا كل شوية تقعدوا تسألوني لماذا يزأر الأسد؟ لماذا يزأر الأسد؟ أنا مالي؟ ما تروح تسألوا الأسد. يا بنتي حرام عليكي، الأسد يزأر براحته والوزارة تسألنا. اتفضلي شوفينا لماذا يزأر الأسد. وانت كتبت موضوع التعبير بتاع فصل الربيع؟ كتبت. اتفضل اشجيني يا فلح. فصل الربيع. حلو. فصل ربيعي فصل. ايوه برافو. يكثر فيه الرياح. فصل يكثر فيه الاتربه. فصل يكثر فيه الحشرات. وفيه تغني سعاد حسني الدنيا ربيع والجو بديع. قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. ارحموني، ذاكروا عيد الولاده والله العظيم بالعصايه، فاهمين ولا لا؟ ده انا هموتكم. ما تذاكروا. الله بابا. ايه يا كمال؟ صوتي جاب اخر الشارع. حسين حبيبي، انت ايه اللي جابك بدري يا حبيبي؟ هو انا اجي متاخر مش عاجب، اجي بدري مش عاجب. بطل رغي شويه وروح حضر لنا حاجه ناكلها. اوكي خلاص، ذاكر لهم انت بقى لحد ما اروح اطبخ انا شويه. يا دي النيله، هو انا كل يوم اجي البيت ما الاقيش اكل معمول بسبب الزفت المذاكره؟ ده يا حسين انا اعمل ايه يا حسين؟ ما انت اللي رافض تجيب لهم مدرسين خصوصيين علشان غاليين، وبعدين كمان رافض انك تذاكر لهم، اعمل ايه؟ بقول لك يا كمال، هم مش هيموتوا من قله المذاكره، انما انا هموت من قله الاكل. خلاص هقوم اطبخ خلاص، ان شاء الله معلوم ذاكروا. مفيش مذاكره، مفيش مذاكره. لا يا حبيبي انت وهي في مذاكره. طب ذاكر لنا انت يا بابي عشان مامي بتضربنا. ايه ده بتضربي الولادة كمالية؟ من امتى بقيت حسين في ضرب؟ افتحي ايدك. لا ما هو اصل ايه؟ افتحي ايدك. ما اشمعنى انت بتضربني يا حسين؟ ما انت بتضربني على طول. وبعدين بصراحه بقى هي دي طريقتي في المذاكره، مش عاجبكم غيروني. صح، انا هغيرك يا كمالية وهتجوز واحده احلى منك وبالمره تذاكر للعيال. لا انت فهمتيني غلط، انا قصدي غيروني يعني يجيبوا حد تاني يذاكر لهم، لكن انا قاعده على قلبكم انتوا الثلاثه. عموما اطمنوا، انا جبت لكم حته دي مدرس شامل.
هيذاكر لكم 7 ايام في الاسبوع 24 ساعة في اليوم. ايه ده؟ جبته منين ده يا حسين؟ ده انا قفشته وهو بيدي دروس خصوصية في سنتر بدون ترخيص. يعني انت عايزنا يا بابا نذاكر 24 ساعة؟ حرام عليك. انا اتفقت معاه ان عاقبه بالطريقة دي، مش احسن محبسه؟ انت كده بتعاقبنا احنا يا بابي. تصدقوا بقى انا فرحانة فيكم انتوا الاتنين، بس ده هياخد كام يا حسين؟ افتحي ايدك. ليه بس؟ افتحي ايدك. لا هو في ضابط شرطة بيدفع فلوس؟ صدق صحيح يا حسين؟ نقعد، حاضر هيجيلك حياتك، مع السلامة. يا شعبان اللي انت جايبه ده انا مش عايزه فين، وعايزاك تجيب لي 30 بيضه ونص كيلو جبنه وزيتونتين عشان عايزه افطر بنتي اسراء قبل ما تروح الامتحان. هتفطريها ب 30 بيضه؟ الله يخرب بيتك، انت عايزه تخربي بيتي؟ ايه يا اخويا مستغرب كده ليه؟ انا مستغرب بس من الزيتونتين. لا ما انا لازم اكلها الزيتون كتير عشان ما يحماش عليها وتعرف تحل في الامتحان. طب وبالنسبه لل 30 بيضه؟ لا كل الا البيض. هو في حاجه بتخلي الدماغ كده تبم وتلعلع الا البيض؟ انت هتقولي لي هتبم وهتلعلع؟ بس بتبم وتلعلع مش في البطن يا اخويا. خلص بقى، خلينا ندعي للبنت كده يمكن ربنا يكرمها. يا بنتي ما احنا بقالنا سنين بندعي لها، مفيش حاجه محلك سر في نفس السنه. والله معاك حق يا شعبان، بس بص احنا ندعي ونعمل اللي علينا يمكن المره دي تسيب. ادعي يا شيخ ادعي. يا رب سهل لها الامتحان. امين. وتعرف تحل في اللجنه تمام. امين. وابعد عنها المراقبين الرخام. امين. ويا رب سهل لها تطلع البرشام. امين امين يا رب. بس بقول لك ايه، احنا لازم نستغفر ربنا ونتوب بعد ده. يا اخويا احنا لازم نستغفر ربنا ان احنا اساسا اتنيلنا واتجوزنا. امين. احمد واسماعيل روح. ما تاخذونيش، يعني انا عايزه اسال حضراتكم حاجه، مفيش اي ميعاد تاني غير الساعه 6 الصبح ده؟ لان الولاد بيبقوا لسه صاحيين من النوم ومش مركزين. يا فندم طبقا لاحدث النظريات دي احسن ميعاد للتركيز. احسن وقت ايه حضرتك؟ دول نايمين زي ما انت شايف. حضرتك فهمت غلط، قصدي التركيز بالنسبه لي. ثم يا هانم احمدي ربنا ان احنا اعطيناك الميعاد ده، احنا المواعيد عندنا مرغبطه خالص. ايوه حضرتك هتقول لي، ما انا طبعا عارفه. يا عيني عليكم يا قلب امكم، ما بتلحقوش تناموا. الحمد لله انك عارفه، بس طالما حضرتك بقى حاسه بينا كده يبقى احنا لينا عند حضرتك طلب سفيف يعني كده. لا لا لو سمحت، لو طلب سفيف زي بتاع امبارح فالتلاجة بتاعتي خلاص شطبت، ما فيهاش اكل ولا بتاعت رجاء. اكل ايه يا مدام؟ ده حتى لسه ميعاد الغدا ما جاش. الموضوع ان الاعلام والصحافه شادين حيلهم علينا اول يومين دول. ايوه يا مدام، وبسايبيننا بقى اين المسؤولين؟ ده الاستاذ توفيق عكاشه بسايبنا في حالنا، والكلام بتاع كل موسم اللي حضرتك عارفاه ده. ايه اللي عارفاه؟ عارفاه وعايشاه طبعا. بس الغريبه بقى ان الصحفيين دول هم نفسهم اللي بيدوا ولادهم دروس خصوصيه في كل المواد. الله ينور على حضرتك يا مدام، اهو هو ده اللي احنا عايزينه، تكتبي لنا مقاله من مقالاتك الحلوه دي وتنشرها لنا. ايوه، وتقول الحقيقه ان الدروس الخصوصيه لا يمكن الاستغناء عنها. ايوه صح، ده موضوع مهم قوي ولازم اكتب فيه. 6 الصبح بدري قوي. وزي ما بقول لحضرتك كده يعني، انا هعتني بيها في كل حاجه. لما تعوز تاكل هاكلها، ولما تعوز تشرب هشربها، ولما تسقع هغطيها، ولما تعوز تستحم. بس 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 يا 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 ابن ال... بس يا شريف يا حبيبي شريف. الله، انا حقيقي لا يسمح. هعمل لها ايه يعني يا عم؟ هولع لها السخان. اذا كان كده ماشي، اذا كان على السخان يعني. هو ايه اللي ماشي؟ انا مش موافقه. مش موافقه على ايه؟ ده الراجل هيشتغل لي خدام. لا يا عمي مش خدام، انا هبقى مرمطون. شفتي؟ مش خدام بقى، مرمطون كمان. وهبقى زي مشبك الغسيل، منين ما تحطني هشبط. ما شاء الله، شفتي؟ مش اكتر من مشبك. مش كده وبس كمان يا عمي. بس يا ابني بقى، بس يا حبيبي، هتعملي اكتر من كده؟ انت بهدلت سمعه الرجاله. كل ده ما يدخلش دماغي. يا رب دماغك تنفجر بالقنبله. ليه يا ميسون يا حبيبتي مش داخل دماغك؟ يعني ايه واحد يقابلني صدفه في كافيه يحبني؟ ما هو حيوان. يا ميسونتي، انت ما سمعتيش عن اللوف اللي من اول نظره؟ هو ده الحب اللي من اول قرفه. I don't care يا عمي، المهم انه love. طيب ادوني مهله افكر.
اه ما هو اللي مفكر. وماله يا حبيبتي؟ فكرني زي ما انت عايزه. بص يا شريف يا حبيبي، خد يا بابا هديك 50 جنيه. 50 جنيه دي تاخدها ايه؟ ايه دول؟ عشان تاخد ميسون تتفسحه وتاكلها كشري بقى ورز بلبن. اسف يا عمي، سوري، مش انا ابدا اللي ياخد فلوس عشان يصرف على خطيبته. يا سلام يا سلام عليك يا شريف، وكمان طلعت راجل مش الحيوان اللي اسمه سامح اللي كان بيسترلني كل مره 50 جنيه يا حيوان. معلش عمي، بمناسبه الخروجه معاك بس 100 جنيه سلف؟ جسمه يا سامح كان بيرتبك. اه يا حبيبي 100 جنيه سلف؟ لا يا بابا، بص خد ال 100 جنيه اهي، 50 سلف و50 مني. يلا ابو الكرم يا عم. يلا يا ميسونت، يلا استني ليديز فيرست يا حبيبه قلبي. اه ليديز فيرست، هو فعلا الحمير على اشكالها تقع. لا 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 لا، ايه رايك بقى اقول لك على حاجه جميله؟ اثبت دروس الخصوصيه تحتل البيوت المصريه، ايه رايكم في الموضوع بتاعي؟ ايه يا ابني الدخله دي؟ وفين الموضوع اصلا؟ انت كل اللي قلته المانشيت. ها وبعدين؟ ايوه انت بصراحه المفروض تغيرنا الموضوع، واحنا بقى نقيم نشوف انت كاتب ايه. خليك يا اختي في الانتخه بتاعتي دي واقرا لي ايه. ما انا نفس الموضوع اللي كنت كاتبه السنه اللي فاتت في موضوع الامتحانات، اكتبه ليه تاني واتعب نفسي ليه؟ لا اجتهدت بصراحه، اجتهدت يا علاء. اصل طالما الموضوع يا انجي ما اتغيرش، اكتب ليه واتعب نفسي تاني ليه من جديد؟ طب حط صوتكم بقى، مش عارفه انام. وبعدين انا عايزه افهم انت كمان، انت تعبه نفسك وهاريه نفسك وعماله تكتبي ايه من الصبح؟ انا بقى بكتب عن اهميه الدروس الخصوصيه في البيوت المصريه. ايه رايكم في القافيه؟ ولا ده السجع يا سامح؟ سجع ايه وفقع ايه يا انجي؟ طب ومين الحمار اللي هيوافق ينشر الموضوع ده؟ انا طبعا هنشر الموضوع اللي كاتباه انجي. ازاي؟ ازاي يا سامح؟ اولا أنا مرات اعتصام بتدي دروس خصوصية، ولولا إن اعتصام بتدي دروس خصوصية كان زماننا دلوقتي بنشحت. لا كده الموضوع فيه كوسة. اخرس. اخرس إيه؟ يعني ست إنجي كاتبة لك موضوع لتدعيم الدروس الخصوصية، يعني مصالح شخصية. اخرس. أنا كاتبة الموضوع ده علشان المدرسين بتوع ولادي، مش عشان خاطر الأستاذ جميل ومراته الأستاذ عصام. أنت بتقول أنت كمان، الله، مرات اسمها اعتصام مش عصام. لا مؤاخذة يا أستاذ جميل، يعني معلش فرقت في حرف الت يعني. وين حضرتك ليه ما قلتليش ان الاستاذه عصام، قصدي اعتصام، بتدي دروس خصوصيه كانت جت ادت الولاد واستنفعت؟ لا 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 لا، ولادك ايه؟ مراتي بتدي دروس لطلاب في الجامعات. اه ده واضح ان شغل على كبير بقى. اه شغل على كبير، وواضح ان انتوا الاثنين طبخينها سوا. اخرس. ايه حكايه اخرس دي؟ ده انا حتى صوتي حلو. ابجد هوس حطي كلام، شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. اخرس يا سامح. يا سامح يا ابني افهم، الموضوع اللي كاتباه انجي بيناقش قضيه الدروس الخصوصيه ومشكلتها والازمات اللي سببتها، وانت الموضوع اللي كاتبه بيناقش خطا الدروس الخصوصيه وازماتها اللي بتعملها والاعباء على الاسره. اه يعني انا كده الموضوع مش هيتنشر؟ طبعا مش هيتنشر، مين الحمار اللي ينشر لك موضوع معمول من سنه؟ انا طبعا. اه انا اسفه يا فندم، اسفه. طول عمري يا استاذ جميل بقول عليك بتفهمها وهي طايشه. يا سلام على خفه دمك. اصل وهي طايره. يا سامع بص يا ابني، بص انا هنشر الموضوع اللي كاتباه انجي. ليه؟ لأنه بيناقش أهمية الدروس والأزمات والأهمية اللي حصلت بالنسبة للأسر في البيوت، وفي نفس الوقت وفي نفس العدد هنشر الموضوع بتاعك اللي هو ضد الدروس الخصوصية علشان الأعباء اللي بقت على الأسر. في يا أستاذ جميل؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. ليه؟ يعني حضرتك هتنشر الموضوع بتاعي والموضوع بتاع سامح في نفس الوقت في نفس العدد في نفس اليوم توجذر؟ أيوه طول الدين اللي أنت قلت عليهم دي. ليه؟ أنا عايز أنشر الرأي والرأي الآخر، المؤيد والمعارض، والاتنين بقى يقروا الموضوعين، وهما الاتنين كل واحد يقرأ اللي على هواه، وساعتها الأعداد تزيد. أستاذ جميل؟ أستاذ جميل؟ أيوه. أنت طلعت مكر. قصدك مكر الخشب. أه 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 أه
شفتي يا أونكل سمير؟ مستر الأحياء اعتذر عن الدرس ومش عارفين نعمل إيه. هو أنتوا عندكم امتحان أحياء بكرة؟ لا، عندنا امتحان تاريخ. بس مستر الأحياء ما كانش فاضي غير النهاردة. طيب يا ولاد، يعني ما تقلقوش، أنتوا جيتوا في المكان الصح للراجل الصح. فين ده المكان الصح وفين الراجل الصح؟ يا قردي أنت ناسي إن أنا دكتور. ودكتور إيه؟ دكتور أحياء وتوليد، يعني كل الحاجات دي لعبتي. طب كويس، اشرح لنا بقى كائن الأميبة. مين؟ كائن الأميبة. بيبة؟ لا يا، أنا بقول ما مالها دي فيها إيه؟ يا أمكن سمين، مش عليك بتقول عليك دكتور؟ اشرح لنا بقى كائن الأميبة. بس السؤال إيه فين؟ يعني إيه هو السؤال اللي عايزين تعرفوه؟ عايزين نعرف ايه كائن الاميبا. هو ده في الاحياء؟ ايوه. يعني هبص، هو في الاحياء، دخل ازاي ما تسالنيش يعني. ده دخل الاحياء امتى؟ بيعملوا حاجات ما بيقولولناش. وانتوا عندكم امتحان بقى في البيبا ده. طيب هو ده بس اللي انتوا عايزين تفهموه؟ لا، هو حاجه اسمها ما تكملش، مش كنا مش فاهمين لسه البتاع الاولاني. هتقول لي اقول الحاجات دي كلها يا اولاد كلام كده. اصل الأميبة وقتنا احنا غير وقتكم. امال ايه؟ احنا كنا اميبيتنا غير اميبيتكم. كنا احنا في الترم الاولاني بناخد ضفادع، الثاني بقى صراصير. ها، اشوي لكم شويه صراصير واحشي لكم ضفادع. ده تالت سؤال تقولي معرفتش تجاوب عليه. ايوه مامي، ما انا حليت باقي الاسئله كلها. باقي الاسئله ايه؟ ده كان الامتحان كله تلات اسئله. ايوه، ما انا لما لقيت نفسي مش عارف اجابه التلات اسئله قمت حاطط سؤالين من دماغي وجاوبت عليهم. يا حلاوتك، قلتم على وشي وقولوا الست اتجننت. لا يا مامي، اجل اللي بعد ما تراجع معايا. عملتي انت كمان يا ام الخلول؟ لا، انا الحمد لله حليت الامتحان كله. ايوه كده، ايوه يا قلبك، حسسيني اللي بقعه في الدروس الخصوصيه جاب نتيجه. بس للاسف يا مامي، بعد ما حليت الامتحان كله صح اكتشفت ان ده امتحان العربي مش الانجليش. حلاوه امك، حلاوه امك. طب بقول لكم يا ولاد، انا هقول لكم على حاجه، انتوا هتتصلوا بجدكم دلوقتي. هتتصلوا بمين؟ جدو. بعد ما تقفلوا معاه هتتصلوا بالاسعاف. هتتصلوا بمين؟ الاسعاف. حلوه قوي، عارفين ليه؟ ايوه عارفين، عشان لو جده تعب يكون في اسعاف جنبيه. لا فكيك يا قلب امك، بتجاوب على طول، بتعملش كده في الامتحان ليه؟ لا، علشان يا اما هديكوا علقه موت يا هيجرالي انا حاجه واروح فيها. ايه ده الشبشب يا مامي؟ لا صح، شبشب ايه؟ لا، انتوا كبرتوا على الشبشب. انا مش هضربكم بالشبشب خالص، هضربكم بايه؟ بالمنفضه. بالايه؟ منفضه. لا، علوا صوتكم. منفضه. هو حرام عليك انت ما قتلكيش عيال؟ وانا اللي بيحصل فيا ده مش حرام؟ والله حرام يا انش اللي بيحصل لك ده. اللي بيحصل لك ده ما رضيش حد ابدا. خلاص والله يا جوجو، انا حطيت صوابعي العشرة في الشقة. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي كده. ما يصحش الاولاد يشوفوكي في الحالة دي. نفسيتهم تتعب، خصوصا ان هما في الامتحانات. ايوه انا عارفه، عشان كده اول ما بابا جه سبته قاعد معاهم يذاكر لهم شويه، هو والسياده. هما مش جدودهم؟ يشيلوا عني شويه بقى. معلش يا انش، اكيد الولاد مش قصدهم انهم يجاوبوا وحش. ما انا عارفه، انا عارفه والله، وصعبانين عليا. ما هم غلابه، الدرس في ديل الدرس، الدرس في ديل الدرس، وكل ماده اسخن من اللي قبلها. هيجيبوا مخ منين لكل ده يا قلب امهم؟ امال بتهاجميهم ليه؟ امال عايزني اعمل ايه؟ امسكي يا جوجو. انت عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ اشجعهم واقول لهم برافو ان انتوا جاوبتوا وحش؟ لا يا حبيبتي، خلاص اهدي اهدي يا روحي. الامتحانات الحمد لله خلاص قربت تخلص. ما هو لما الامتحانات تخلص لازم يبداوا دروس للترم التاني، ولازم احجز مدرسين علشان ممكن يطفشوا وما الاقيش مدرسين تانيين. ايه الهلاك ده؟ امال امتى الولاد يلاقوا وقت يفكوا عن نفسهم؟ الولاد ايه؟ قول امتى الاهالي يلاقوا وقت يفكوا عن نفسهم؟ انا تعبت. معلش يا حبيبتي، اهو باباكي هنا والسيادة بقى هيشيلوا عنك شوية. الغريبة ان السيادة ظهرت وتعاطفت وطلعت شقتك، مع ان بينها وبينك كام دور. لا، والاغرب من كده كمان انها ما بتظهرش الا لما ابوك يبقى موجود. تفتكري في بينها وبين ابوكي اي حاجة؟ لا ما افتكرش، انا متأكدة. وانا كمان. دي فتحة، بحبك.
بكسره بي بشده. ري ضمق روحي روحي جنبك يا روحي يا روح امكو. بتقولي الكلام ده لمين يا انجي؟ بقوله للولاد، روح امهم تعبانين قوي من المذاكره. هي فين المذاكره دي يا مامي؟ احنا من الصبح جد وتيتا واخديننا كوبري لبعض، وانتي واخدانا كوبري وبتلقحي عليهم. عيب كده يا سولي. عيب كده يا مي. يا سلام، والغنى اللي انتوا بتغنوه لبعض ده مش عيب؟ لا احنا ايامنا كانت المذاكره كده. يا سلام، المذاكره بتاعت احمد مظهر وصباح دي تبقى مذاكره؟ تقصدي ايه انجي؟ تقصدي انك انت مفقوسه وبطلي شغل المراهقه ده. سبتي بجد يا انجي؟ صحيح انا مفقوسه؟ لا انتي من ناحيه مفقوسه، مفقوسه على اخر، بس يعني الحق مش عليك انت. تقصدي ايه انجي؟ تقصد ان العيب عليك انت يا جد يا راجل يا كبير. يعني ايه الكلام ده يا انجي؟ وانا اتكلمت. انت مش محتاجه تتكلمي يا مامي، الموضوع باين زي الشمس. هو ايه ده يا واد؟ الموضوع ايه اللي باين زي الشمس؟ بفتحه ب بحبك، بكسره ب بشده. شاطر شاطر. ضمه روحي روحي جنبك. طبعا انت ناقص تديها ميعاد الساعه 7 في الكازينو. ها كازينو ايه يا انجي؟ انا بتاع كازينوهات؟ انا اروح استناك الساعه 7 في كازينو. انا قال انا مش قاعد معاك وانا ماشي. كازينوهات قال. يلا يا انا قومي حصليه عشان تلحقي تروحي الكازينو الساعه 7 بقى كده. هقول ايه؟ ما هو اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لستها. ماشي ماشي يا انجي. طب تصدقوا بقى، انا مش قاعدة لكم، انا هطلع بيتي بكرامتي، لان فوق في مسلسل هطلع اتفرج عليه الساعه 7. ايوه ايوه، مسلسل العشق اللي ممنوع. لا يا اختي، مسلسل حاله عشق. يلا يلا ركزوا، انتوا اخر امتحان، مش عايزه دلع. بفتحة ب بحبك، بكسرة ب بشدة، ريح روحي روحي جنبك. يا بنت انت هتجننيني يا بنت، ما تاخدي البرشام، ما تبقاش دماغك ناشفة زي ابوك. ده انا مش مستخسرة فيك حاجة، عاملة لك البرشام الاكورديون اهي. يا بنت خدي دول كمان معاكي، وبصي عامل لك برشامة طيارة عشان لو اتقفشتي هوب تطيري. بلاش بلاش، هاتي هكتب لك على ايدي. لا 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 سيبني. ايه ده ايه ده ايه يا جماعة؟ صباح الخير يا انجي، عاجبك كده البنت مقصوفة الرقبة دي مش عايزة تسمع الكلام؟ لا 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 يا إسراء، البنات الحلوين يسمعوا كلام ماما وبابا. يعني يرضيكي يا طنط انجي، عايزين ندوني برشام. ماله حبيبتي؟ خدي برشام طالما عندك صداع. صدقتي صدقتي؟ مش برشام دواء، برشام غش. الله يخرب بيوتكم، تدوني بنت برشام غش؟ لا يا حبيبتي، البنات الحلوين ما يسمعوش كلام بابا وبابا الوحشين. البت النهارده اخر يوم في الامتحانات، وكل الامتحانات اللي فاتت زي الزفت، عايزينها تعوض النهارده. تعوض تعوض بالغش؟ امال يعني تعوض بايه؟ وبعدين يا حبيبتي، هو انت فاكره ان مقصوفه الرقبه دي عندها مشكله في الغش؟ ابسولوتلي المبدا موجود، هي كل مشكلتها ان احنا اللي عاملين البرشام بايدينا وهي عايزه تغش من الكتاب. ادب اضربها. لا خلاص مش جامد. حبيبتي انتي مادتك النهارده ايه؟ رسم. الرسم بتعملوا لها برشام في الرسم؟ في ايه الرسم ده؟ هو يا القلعه يا البحر يا اين قضيت الصيف؟ انت بتستهويني بالرسم ده؟ الرسم ده مهم قوي على فكره. لا والله. طبعا علشان تعرف ترسم على العريس في المستقبل. اروبا يا انجي لقيتيها. والله وانت زي العبيطه مش لقيتي اي حاجه. ما انا عشان براجع. راجعي يا اختي راجعي. قال الرسم قال الرسم. خد هنا اضرب البت دي عشان دراعي واجعني. تعالي. ايوه ايوه احنا فاهمين كل حاجه يا استاذ. والله ما انتوا فاهمين حاجه، ركزوا في الخطه. ادخل ركزين اهو. تعالي يا استاذ جميل. معالي انجي هانم جايه بنفسها لحد مكتبي. في ايه حضرتك؟ هو انا اول مره اجي هنا؟ وبعدين الفراش قال لي ان حضرتك عايزني. ايوه معليكي، ومع ذلك انا اللي كان المفروض اجي لحد حضرتك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. اهو اتفضل. حالا يا جميل يا سامح. خلاص يا سامح. اتفضلي اتفضلي. حاضر حاضر. واخيرا واخيرا لقيت صاحبتي، معالي صاحبتي الانتيم اللي كانت بتكتب عن الشعب المفروش من الحكومه. اخيرا هلاقيها بتكتب عن الحكومه المفروسه من الشعب.
اوه ايه يا كمالي؟ مالك حبيبتي؟ انت سخنه؟ وبعدين مين معالي دي؟ لا معالي دي شش، سيبك منها معاليكي، بس انا ليا طلب معاليكي. بعد ما تخرجي من هنا معاليكي تسيبي لي مكتب حضرتك معاليكي يبقى ليا لوحدي. ايه كمل معاليكي اللي قلتهم في جمله واحده دي؟ ويا ريت معاليكي توصي الاستاذ جميل يمسكني رئيس التحرير. وانا امسك ايه يا غبي؟ امسك البوفيه، امسك الباركينج، امسك اي حاجه وانا مال انا. امسك اعصابك حضرتك، امسك اعصابك. استاذ جميل، هو حضرتك هتمشيني من الجورنال؟ للاسف غصب عني معاليكي. ليه حضرتك؟ هو انا عملت ايه؟ لا معاليكي مش انت اللي عملتي، الحكومه معاليكي هي اللي عملت. والقرار جه من الحكومه؟ انا كنت عارفه ان هو المقال الزفت اللي كتبته عن الدروس الخصوصيه. هو فعلا بسببه معاليكي. لا بس ده حرام بقى، يعني انا اكتب اناقش مشكله الدروس الخصوصيه وما ترفض بسببه؟ تترفض ايه؟ معاليكي اتعينتي مستشاره وزير التعليم. لا لا يعني انا لا انا هبقى مستشاره وزير التعليم واذلكوا كده؟ لا لا ايه اللي انا شايفاه ده؟ مش خلصت؟ ايوه يا فندم. ولما هي ايوه يا فندم انتوا جايين يعني مشرفينا بتحتفلوا بانتهاء الامتحانات؟ لا يا فندم، يعني احنا اداره المدرسه كلفتنا ان احنا نيجي ندي الاولاد معاليكي مواد الترم الجاي. اه معاليكي ومواد الترم. طيب هي معالي اداره المدرسه عرفت ازاي ان معالية مرشحه مستشار وزير التعليم؟ يا هانم يا هانم، الخبر في مصر ما بيقعدش غير ساعتين بس في السر، بعد كده بينتشر، ما بالك بقى لما حاجه تخص التربيه والتعليم. اه صح صح، بس هو الغريب ان حضرتك قاعد بتاخد وتدي معايا في الكلام كده ومش شايفه ستوب ووتش ولا دقيقتين عدوا من الدرس ولا ايه؟ ما خلاص بقى يا هانم، دي كانت نظم قديمه وخلاص عفى عليها الزمن. يا راجل عفى عليها الزمن؟ ايوه ده ما عفاش عليها لسه يومين ثلاثه. وبالمناسبه السعيده دي يا فندم، نحب نديكي هديه كده بسيطه تنقنقي فيها وانت قاعده. ايوه حضرتك تخصص نقنقه. ومين بقى اللي جاب الحاجات الظريفه دي؟ اني والله عشان تاكلها طبعا. لا انا الحمد لله صايم. لا والله ده اسلوب التعليم اتغير خالص، بس لعلمك انا مش هدفع ولا مليم في الحاجات دي. ومين اللي قال لحضرتك بس اللي انت هتدفع ولا مليم ولا حتى فلوس الدروس دي؟ التعليم لا يباع. نعم، والعلم حق كل مواطن. لا بقى، ده التعليم لا يكيل بالبتنجان، لعلمك بقى. انا مش فاهمه، انتوا فاكريني ان انا هصدق اللي انتوا بتقولوه ده؟ طب استنوا بس عليا، انا امسك الوزاره وهتشوفوا. معلش سؤال رفيع كده، هي اللي جوه في المطبخ دي المدام بتاعتك صح؟ لا. يبقى اكيد المدام بتاعت حضرتك. لا تلاتة بالله العظيم. يبقى اكيد مدرسه تدبير منزلي صح؟ لا يا فندم، دي الست النظره، يعني هي لقت طبقين كده في الحوض فقالت تاخدهم فمين بالليفي. الست النظره؟ ايوه. قول والله؟ والله. بنفسها؟ بنفسها. بالليفه؟ بالليفي. لا ده احنا كده كلنا بنتليف. خطه جديده ومستقبليه للتعليم وتطويره. وتطبيله. بيلو. وتطويره. تطبيله. بيلو. أنا بقول تطويره. وإحنا بنقول تطبيله، ما هو لازم يا فندم نطبل ورا كل كلمة حضرتك بتقوليها. ما علينا. شوفوا يا ولاد، إحنا هننزل نسبة كثافة الفصول من 60 طالب إلى 20 طالب. 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 وهنمنع الضرب نهائياً. أياً أياً. والألعاب والرسم والمسرح والموسيقى هتبقى مواد أساسية. سية سية. ومش هيبقى في حاجة اسمها دروس خصوصية. سية سية. اللهم طولك يا روح. والمناهج هتبقى معتمدة على الفهم مش على الحفظ. الحفظ حفظ.
والعملي هيبقى هو الأساس في المنهج، والنظري مجرد ثقافة عامة. عامة؟ عامة. أحب أخد رأيكم. إحنا رأينا كلنا زي بعض. عظيم. والكلام ده يا ما سمعناه، وعلى رأي اللي قاله أبينا اشتعمل المشطة في الوش العكر. عكر؟ وجبتك يا عبد المعين تفهمني، لقيتك مش فاهم أكتر مني. وياما في المدارس مظلومين. ايه ليه؟ لا انا مش فاهمه، هو انتوا بتطبلوا ورا اي حد؟ اسفي 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 اسفي. بس يعني انتوا يا اولاد عايزين ايه؟ احنا عايزين اللي يقول كلمه ينفذها، واللي يوعد يوفي. طيب ما احنا بنحاول، بس لازم تصبروا شويه. احنا خلاص ما بقاش عندنا صبر. يعني انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا نريد تعليم من جديد. 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 لا 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 لا، انا مش عايزه ابقى مستشارة وزير التعليم. لا. ما انا صعبه. حلوه حلوه صعبه. اللهم اجعله خير. موضوع كبير قوي قوي. اصبحوا على خير. ايوه صباح الخير يا حماتي. اي يا حبيبتي، هبقى اعدي عليك يا عمر بقى يا روحي، ها، عشان اتاخرت على الشغل. معلش تعباكي معايا يا حبيبتي. معلش. طيب يا روحي، مع السلامه. مش فاهمه هي بتتنطط عليا كده ليه؟ هي مش جدته تشيل معايا شويه؟ يلا يا حبايبي يلا عشان تفطري. سندوتشاتكوا اهي جاهزه، وانا هروح اغير هدومي بقى. ايه يا مامي ده؟ دول بس؟ دول ما يكفوش اكل سحليه. سحليه؟ وصحيح يا مامي، السندوتشات قليله قوي كده ليه؟ انت لو مربيه فار هتعملي له اكل اكتر من كده. ماشي يا استاذ فار وانسه سحليه. من امتى؟ ده انا كل يوم بتحايل عليكم تاخدوا سندوتشات اكتر، وانتوا لما بتردوش وبترجعوا لي بنصها. لا يا مامي، ما احنا اللي قررنا من دلوقتي ان احنا ناخد بالنا من صحتنا وناكل كويس، وانتي بقى بيزودي السندوتشات شويه، وبالذات البسطرمه. بسطرمه؟ حاضر من عينيا. بس انا في حاجه في كلامكم كده مش مطمناني. لا يا مامي اطمني، ويا ريت تزودي المصروف شويه. يعني كمان المصروف؟ هو المصروف ما بقاش مكفيكوا زي السندوتشات؟ لا 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 لا، في ريحة كده مش مطمناني. لا، دي ريحة البسطرمة. والله ريحة البسطرمة؟ لا، في ريحة في كلامكم يا حدق. يا ماما يا حبيبتي، كل الأسعار غليت دلوقتي. شفتي كيس المارشميلو دلوقتي بقى بكام؟ الأزمة الاقتصادية أثرت على كيس المارشميلو. أزمة اقتصادية للمارشميلو؟ يا ماما احنا علينا مسؤوليات كتير وانتي اللي مش حاسة بينا. رحلات، كانتين، نادي، كلبالة. قال ايه؟ قصدها كذا حاجه، كذا حاجه حلوه جميله. ماشي، كلوا عقلي حلاوه بالحبتين بتوعكوا دول. حاضر، هزود المصروف. ايه؟ وكمان البسطرمه. ايه؟ تعيش ماما حلوه جميله. ايوه، كلوني بالحبتين بتوعكوا دول. ايه ده يا سولي؟ لا لا ماما ما تاخديش في بالك. طيب خدوا يا حبايبي اللانش بوكس زايد. يلا طريق السلامه. لا 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 لا، محمد رسول الله. مع السلامه حبيبي. باي باي. ايه ده التيشيرت ده بتاع سولي؟ عادي يعني، ما في تيشيرتات كتيره قوي شبه بعض. ايه ده اللانش بوكس دي بتاعت الولاد؟ وانتي بقى بيزودي السندوتشات شويه، وبالذات البسطرمه. ايوه هي البسطرمه وهما اللانش بوكسز. يبقى انت الحرامي. يا ست انت عايزه ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ جبت منين اللانش بوكسز دي؟ ايه اللانش بوكس ده؟ ايه هانش ده يا قليل الادب؟ جبت منين العلب اللي قدامك دي والبسطرمه؟ انت اوعى تنكر. بتعمل شرطه بقى ولا ايه؟ انا بقى هوريك اذا كنت انا امين شرطه ولا لا. سيبيه، حرام عليك، هو افترى.
نعم. حرام عليك يا علم يا مفترية، انتوا ما بيكوش غير على الغلبان. تعبان. ايه في ايه يا ست انجي؟ هو في ايه اللي ايه يا مغاوري؟ مين ده؟ ده كلا بالا. كلا ايه؟ بالا؟ اللي هو ازاي يعني؟ عادي يعني خلقة ربنا، هو كده. هو عمل ايه عشان ده كله؟ سرق حاجات ولادي. كمان بتتبلع على الغلبان ده، منظر حرامي ده، اديقوا الله. يا سلام، صدق صح عندك حق، شكله مش حرامي خالص، ده شكله سمسار في البورصة، بس بعد ما اتضربت. انا بقى مش هسيبك. فين الهانش بوكسز؟ قصدي اللانش بوكسز. استاذه من اجلي يا استاذه من اجلي. متشكره يا حبيبتي، مش عايزه. لا طب واحده بس. والله مش عايزه خلاص بقى. لا يا حبيبي ما تلمعش، مش عايزه انضفها. بس انت وسخت العربيه بالفوطه اللي معاك دي، ما نضفتهاش. طيب مالكش دعوه بالعربيه، استنى اما اشوف لك فكه. كان معايا فكه هنا اهي، خد يا بابا خد. طب وانا يا استاذه؟ مع بعض بقى يا حبيبتي، مع بعض. مش عايزه ياكلني معايا والله يا استاذه. انتي جعانه حبيبتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش بقى معيش فكه. منك لله ضيعتي عليا العربيه الثانيه. ايه ده؟ انتي ازاي اتحولتي فجاه كده يا مامي؟ اتبرعوا لمساعدة أطفال الشوارع، اتبرعوا لكلبالة وأصحابه، هاتوا جزء من مصروفكم وادفعوه علشان الأطفال اللي زيكم يتعلموا زينا. أيوة يا جماعة، كل حد هيدفع اسمه هيتكتب، وعشان لما نحب نكبر المشروع ونعمل جمعية تبقى باسمنا كلنا. أنا ما عنديش فلوس بس عندي لبس كتير، ممكن أتبرع بيه؟ أي حاجة أنت مش محتاجة تقدر تتبرع بيه. أيوة، كله في ميزان حسناتك. اتبرع بالفلوس، اتبرع بالهدوم، اتبرع بالسندوتشات بتاعتك. أنا ممكن أخلي السواق بتاعنا يوصل لنا الحاجات في المكان اللي هم فيه. أنا عندي فكرة حلوة، إيه رأيكم أخلي بابي يساعدنا في المشروع ونكبر الجمعية؟ فكرة حلوة يا عسل. يلا بقى يسولي، عشان لو مدير شافنا هيقول لمامي وساعتها تبقى مشكلة. ما يقول لها هو احنا بنعمل حاجة وحشة، احنا بنعمل حاجة خير. بس مامي ما تعرفش، وساعتها لو عرفت هتبقى مشكلة بجد. ايوه هي لو عرفت هتقول لنا الحاجات دي بتاعت كبار مش لسنكم. مع انها بتاعتنا احنا اكتر، الناس دي هي اللي هنعيش معاهم في يوم من الايام، ولازم يعرفوا ان مفيش اي فرق بيننا وبينهم. لنجيب حقهم لنعيش زيهم. لنجيب حقهم لنعيش زيهم. لنجيب حقهم لنعيش زيهم. لنجيب حقهم. لا 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 لا، دي بقت حاجه فظيعه قوي، دي بقت ظاهره خطر على المجتمع. ما بالراحه يا بنت على ايدك. وبعدين دي مش ظاهره، اطفال الشوارع دول موجودين من زمان، وبعدين دي مشكله لازم يكون لها حل مش ظاهره. سامح صح، انت صح سامح صح. قولي لها. برافو برافو. يا سلام، وانت مالك محموق عليهم قوي كده ليه؟ ها، عشان حاسس بمشاكلهم بجد يا سامح، ولا انت كنت طفل شوارع قبل كده؟ ايه يا انجي، ناس تقولي كنت طفل انابيب. وماله طفل الانابيب؟ ماله طفل الانابيب؟ انت بتقول تبقى طفل انابيب؟ ده حتى الانابيب غلت وشحت اليومين دول. شاهد عليها انجي؟ اه شاهده، بس بصراحه هي عندها حق. وبعدين انت سامح لايق عليك انك تبقى من غير اب ولا ام، يعني لايق عليك تبقى لقيط. يا حلولي، انتوا قلتوا لي تتريقوا عليا بقى ولا ايه؟ يا كنت جميله. لعلمكم بقى، الاطفال دول لازم كلهم حقوق زي عيالك وعيالها، لازم يعيشوا طفولتهم. ايه؟ لا انا ابتديت اشك. انت عيان يا سامح؟ لا ابتديت اشك فيك ان انت بتحس زينا وكده يعني. ربنا يخليك يا انجي. طب ما هي في جمعيات كتير قوي بتتعمل علشان الناس دي من زمان قوي. لا 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 لا، الموضوع مش موضوع جمعيات وبس، لا انت لازم تقضي على الناس دي اللي بتستغل العيال وبتشغلهم في الشوارع وبتقضي على اجمل سنين عمرهم. واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ دي وظيفه حسين، وظيفه الشرطه. لا يمي، لا لا لا، دي مهمة الصحافة. ايه انجي، تتحولتي ولا ايه؟ لا ما تحولتش. احنا كمان لازم نعرف مكان الناس دي ونفضحهم. الحاج قلت لك لا، قلت لك لازم مهمتي. ما تستنيش كمان. طب وده ازاي بقى يا ست انجي؟ ها؟ ده ازاي بقى يا ست انجي؟ ايه طب تحرجني يا سامح، ما اعرفش ازاي. اكيد ما فيش في حاجة في دماغي دلوقتي، بس يعني اكيد هنعرف ازاي. انا هعمل تحقيق صحفي، تحقيق صحفي كسر الدنيا عن الموضوع ده، ولا ايه رايك يا سامح؟ كسر الدنيا براحتك يا انجي. ايه رايك يا كوكي؟ ها؟ اسال حسين. يا كوكو بنتو الاثنين، سددتوا نفسي. هي الست اللي انت شغال معاها شبه الست دي؟ احنا مش عنا راجل اسمه صامر، بيقولوا ان هو مش الراجل الكبير، في حد اكبر منه بس عمرنا ما شفناه. طب تحب اجيب لك اكل تاني؟ لو في بسطرمة هاتي.
يوه يا عم انت ما بتزهقش، على الفطار سندوتشات بسطرمة، على الغدا برضه بسطرمة، على العشاء برضه بسطرمة، يا ابني ما تغير المنيو شوية. سندوتشات الصبح ما تهنيتش عليها. بلا لله ما امك دي مفترية قوي. مين دي اللي مفترية يا صايع يا ضايع يا قليل الأدب؟ ايه يا ست سبتيه على السيرة؟ ايه يا ست مي؟ مش عاجبك انت كمان؟ ماشي حسابك معايا بعدين، انت يا ولد اطلع بره واياك اشوف وشك هنا تاني. ماشي يا ستي طالع. ارزاء على الله. ارزاء على الله. تعالى هنا يا ولد، تعالى هنا، تعالى تعالى. هات الطبق ده، كل دي بسطرمه. اطلع اطلع. ماشي الله يكون في عونكم. الله يكون بالادب. في ايه يا ماما؟ صاحبنا وبنحاول نساعده. صاحبكم؟ ايه صاحبكم دي؟ تساعدوه ماشي، تحنوا عليه ماشي، تدوله اكل ولبس ماشي، انما تصاحبوه وتدخلوه البيت لا! ده ظلم وطبقيه، وده مش رايك يا ست ماما. ايوه انتي على طول بتقولي كلام وبتعملي كلام تاني خالص. انتوا هتربوني يا اولاد علي؟ طب ايه رايكم بقى؟ انتوا محرومين من المصروف يومين بحال. ليه كده يا مامي؟ ليه كده يا مامي؟ احنا كنا فاكرين انك انت هتفرحي ان احنا بنساعد حد. انت غلطتي ولا ايه يا انجي؟ العيال الصغيرين طلعوا صح عنك، هو ده اللي عايزه تعلميه لهم؟ نقول كلام لكن ساعه الجد نعمل حاجه تانية؟ لا انا لازم اثبت لهم اني مش بقول مجرد كلام، واعمل حاجه مفيده اقدر بيها اساعد كلاباله واللي زيهم. كل دي مصطرمة؟ الهنا والشفا. ايه يا سامح اللي انت عامله في نفسك ده؟ عشان انا جبت لك الحاجات اللي انت قلتي لي عليها. لا بجد؟ طب حسستني ان انت جايب لي ممنوعات. ما هو انا متنكد، مش انت قلتي مش عايز حد يعرفك؟ لا والله. هو انت فاكر ان انت كده محدش هيعرفك؟ ده انت اكيد جرستنا في الجورنال. عيب عليكي، هو انا تلميذ؟ يعني محدش شافك؟ حتى اللي شافني ما عرفش ان انا. بجد؟ ايوه يا تيتو. لا مؤاخذة يا استاذة، انا مش عايزك انت. اتفضل يا سي سامح القهوة اهي. وبعد كده لما تخرج تبقى تقول لنا عشان القهوة ما تبردش. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ده انت عبيط قوي. وانت سادي خاوي. محدش شافني، محدش هيعرفني، بلا خيبة. وريني وريني جبت ايه. طالع يا انجي وعلى غلطان ده، محدش هيعرفني. خيبة قوية، معرفش بعتمد عليك ليه، مش عارفة. مشي يا انوش. مشي مشي. دخل دخل لحد يشوف. تفتكر يعني الحاجات دي هتنفع؟ اسكت يا انجي. انا خدته من واحده اللي بتلف في الاشارات دي عشان يبقى طبيعي جدا، مع شويه مكياج ما حدش يعرفك. ايه ده لبسها؟ اه يا طب غسلته؟ لا ما انا اديتها فلوس جابت لي هدوم من البيت. يا رب تكون غسلتهم. بس قولي لي يا انجي، انت ليه عايزه تتنكري وتنزلي وسط المتسولين والشحاتين واطفال الشوارع؟ ده خطر جدا يا انجي. حرام عليك يا سامح، حرام عليك. ده انا بقول انت الوحيد اللي فاهمني يا سامح. علشان نقدر نساعد الناس دول ونكتب عنهم لازم نعرف كل حاجة عنهم، لازم نعرف أسرارهم ومين اللي وراهم بيشغلهم بيستغلهم. آه عشان كده بقى انت عايز تنكري وتنزلي وسطيه عشان تبقي زيهم. صح. بس مش لوحدي، انت هتبقى معايا يا سامح. ايه ده؟ هتنكر زيك؟ لا يا حبيبي خالص اطلاقا، انت مش محتاج تتنكر، انت متسول لله في لله خلقتك كده. يو يا سامح نسيت حاجة مهمة جدا. ايه؟ الصن سكرين بتاعي، ازاي هشحت دلوقتي في الشمس ده؟ احنا في ايه ولا في ايه يا انجي؟ ناقص تقولي هات شمسية. لا معلش بشرتي هتتأثر من الشمس. معلش بس يا سامح الولاد اللي هناك دول بيشحتوا ازاي؟ اه لازم نعمل زيهم بالظبط عشان ما نتكشفش. انا خايف يا انجي شكلك كده هتوديني في داهية. ما تخافش بقى اجمد كده. حاضر. خليك جريء. حاضر. ندخل عليها. حاضر. من فضلك الاقي معاك جنيه عشان عايزين نتغدى. معلش ربنا يسلمك. معلش فكره افك لك يا باشا. معلش 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 فكره تعالى دي. من فضلك الاقي معاكي جنيه افك لك. والله معلش فكره معلش جنيه. عايزين نتغدى بليز. افك لك فكر مين اخر. انت فك بقى انت اللي انا هعملها.
مالك يا حبيبي؟ ايه اللي مزعلك؟ حبيبك مين يا ماما؟ حبيبك بس. ايه ده؟ هو ده البوي فريند ولا ايه؟ شايفاه جايب لك واحد. لا يا حبيبتي، دمك زي العسل، انا قصدي يعني زي ابني. ابنك ايه يا انجي؟ دول مش عايزين الحنيه. يا معانا انصاف يا منيره يا شامي. مين دول؟ مين دول يا سامح اللي بتنادي عليهم؟ مش عارف بس انا قلبي مش بيطمن. يكونوش دول رؤساء العصابه مثلا؟ لا شكلهم العصابه كلها. الست دي شكلها مزقوقه علينا. هي الدنيا غمقت كده ليه يا سامح؟ مش عارف. انت مين يا استاذ؟ عايزه مننا ايه؟ اهلا وسهلا حضرتك، اكيد الاستاذ نمنم، واضح من شكلك. اهلا. الست دي شكلها مسقوعه علينا. عندك حق يا انصاف. الريحه دي دي ريحه البرفيوم بتاعتي، عجبتك؟ هي قويه شويه بس ممكن اجيب لك ازازه كادو. البت دي ما بحث شكلها مسقوعه علينا. البت دي لازم تاخد الطريقه عشان ما تعرفش انا تاني. في ايه؟ وحضرتك رئيس العصابه ولا ايه؟ لعلمكم اللي هيقرب مني مش عارفين انا ممكن اعمل فيه ايه. انا كمان يا كمان يا كمان يا كمان يا كمان يا كمان. لا حرام عليك يا سيد حبيبي، ما تعملش في نفسك كده، يعني انت كنت هتعمل ايه؟ اقول لك يا كمان، يا انا فاكر ان الدنيا ضربت بقت كحل، فمفيش حل ان انا نجري، بس ما عرفتش اقول لها الله يرحمك يا انجي. الله يرحمك يا انجي. طب وهنعمل ايه دلوقتي احنا؟ بصي، احنا ننزل معي كده من بنت العريض صفحه اولى. اصل لازم تتكرم يا كاميليا، دي ماتت في مهمه نبيله. طبعا يا سامح لازم نكرمها، وبعدين دي صاحبتي القديمه اللي ماليش غيرها. بس دلوقتي في مشكله خطيره جدا، انا محتاجه انزل اشيل فستان اسود. هو ده وقته كاميليا؟ هو ده وقته؟ يا حبيبتي يا انجي يا لهوي، موتوه، كان ياخدوني كان ياخدوني. الاستاذ جميل بيسال على الاستاذه انجي. انجي؟ قول له العزف عمر بكره. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا موحة؟ انت تطلع بره تتوه الى عربيتي يا موحة. يلا بقى يلا بقى. لا 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 دودي رخم قوي. ماشي يا سامح، تجري وتسيبني. لا عارفه انك ما كنتش هتعمل حاجه، بس اقف قدام معايا. سيبني كده اخد الدور كله لوحدي. افتح انت كمان قبل ما حد يشوفني. سمير. ايه؟ سمير الحق الحق. ايه ده؟ حرامي؟ لا حراميه. حراميه؟ اتصلي بانجي. اتصل بيها ازاي يعني؟ على ما اتصل بيها في الترتيب تكون قشطت الشقه. استنى ما اشوف ال بتعمل ايه؟ ما اشوف البندقيه. بندقيه؟ بندقيه في جيبك. استنى استنى. روح افشها، روح افشها. عليك يا سمير، خضتني انا، فين اللي مكفيني؟ الله الله الله، سمير تعرفها منين بقى يا سمير؟ والله ما اعرفها ولا اول مره اشوفها. يا سلام، اول مره ازاي؟ انا طول النهار عندكم. بسم الله ما شاء الله، وكمان بتجيبها عندنا في الشقه من ورايا. افهميني بس يا سلام، وراكي ازاي؟ انت هتستحملي يا رجاء؟ انا انجي. انجي؟ فعلا فيها ملامح من انجي. ايوه. لا انا انجي، انا حتى بأماره ان انتوا جيراني في الشقه دي. ايوه، ما دام بأماره الشقه دي اماره محدش ينكرها يبقى هي انجي. طب يا حبيبتي انا عايزه افهم بس، مين اللي شنفط خلقتك بالشكل ده؟ كنت في حاله تنكريه، بس ايه رايك في المكياج طبيعي؟ حبيبتي اهدي كده شويه وتعالي اقعدي عندنا واحكي لنا مين اللي ضربك. لا لا دول كانوا مقلقين، مش قادره. هدخل انام، هدخل انام بعدين بحكي. تعالي في حضن بابا، في حضن بابا. بعدين يا بابا، تعالي. حضن بابا. احنا رايحين فين؟ كنا رايحين مشوار ولا ايه؟ اظن كنا خارجين ولا داخلين. يا قلب امك يا قلب امك. اولادي حبايبي، اولادي حبايبي، وحشتوني، كنت فاكره اني مش هشوفكم.
فيكي كده يا مامي؟ طلع عليكي حرامية؟ يا ريت. عملتي حادثة بالعربية؟ يا ريت. أمال ليه؟ موضوع كبير هبقى اصححه لكم بعدين، بس هطلع اجيب اخوك عمر من عند تيتا ثيادة فوق. ايه ده يا مامي؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ده موضوع تاني طويل هبقى اصححه لكم بعدين، بس المهم دلوقتي انتوا كلتوا؟ اه كلنا. طب ذاكرتوا؟ اه ذاكرنا. ياه، وانا غايبة بقالي كتير كده. مامي انت شكلك مضروبة علقة سخنة. اه ملهلمة. مين ده اللي اتجرى ويضرب امي؟ انا لازم اخد لك حقك، انت مخلفه سوسن ولا ايه؟ شكرها قوي يا سوسن، قصدي قلب امك. لا ابويا مش موجود، اما انا موجود. ابوك موجود؟ عامه هو ما كانش يجرؤ يروح المكان اللي انا اتضربت فيه خالص. عامه هو زي قلته، يعني موجود مش موجود زي قلته. يعني انت يا مامي هتسكتي على اللي حصل لك ده؟ اه هسكت. ايه؟ ايوه، في سبيل القضيه اللي انا بحارب فيها. قضيه سيدي كمان؟ بعدين هبقى اشرح لكم الموضوع ده بعدين. المهم في موضوع مهم دلوقتي، هو انتوا لسه بتكلموا الواد اللي اسمه كلابالو ده؟ لا، انت قلت لنا ما نتكلمش معاه تاني. واحنا عمرنا ما نكسر كلامك ابدا. ستار ستار، بس ايه خساره، كنت عايزاه في موضوع مهم. كلابالو اظهر وبان عليك الامان. ما شاء الله على التربية، مش ممكن نكسر كلامك أبداً يا مامي، صح؟ أهلاً يا كلابالا. كلابالا حلوة جميلة. يا مامي. اتفضل، كل طلباتك اهي مجابة، شايف؟ كل دي البسطرمة اللي انت طلبتها من عند شعبان في السوبر ماركت، ان شاء الله تكفيك سنتين. لا سنتين ايه ده، بالعافية يومين. يعني انت يا مامي معترفة ان غلطتي لما عملتي وحش؟ معترفة، يعني فيش مشكلة الواحد لما يغلط يعترف بغلطه يعني. خلاص انا اسفة يا كلابالا. كلابالا حلو جميلة، ما تزعلش. سيبك من الشيطان دول، خلي دغري في الموضوع. عايزة مني ايه؟ عايزاك تساعدني. ايه؟ يعني ان انا ادخل العالم بتاعكو واعرف ايه اللي بيحصل، عايشين ازاي، مين بيشغلكو، كل حاجة كل حاجة. واهم حاجة عايزة اعرفها انا اتكشفت ازاي. استاذة انت مش شامة نفسك. انا اسفة، انا طول النهار برا البيت ومحتاج استحمى فعلا. استحمي ايه؟ ده انت ريحتك حلوة قوي، انت راح تتنكري وحطلي ريحة حلوة وغالية كمان، عرفوكي من ريحتك. العيلة النظيفة دي الخبرة عليها عامل برضو، ولا انا فاكرة ان السابح ده هيساعدني الحمار ده. بعدين كل منطقة ليها المسؤولة عنها، فاش تروحي وتخبي عليهم كده فجأة. ايه خب دي؟ يعني تبرشطي استلوحي. واضح ان انا في حاجات كتيرة قوي معرفهاش، ولا انا رايحة اسأل سامح اللي يساعدني، انا عندي اهل الخبرة كلهم في البيت. هقول يا كلابالا. كلابالا حلوة جميلة. ولادي الموضوع ده محتاج وقت وتكتيك عشان اقدر اساعدك، ولازم تتدربي. حاضر حاضر. وشرط تاني، اسمعي الكلام اللي اقولك عليه. حاضر هسمع. والشرط الأخير والأهم، البسطرمة. لا دي ما يكونش عندك فكرة خالص، اعتبر ان انت عندك خط بسطرمة انتاج ليك لوحدك. يبقى توكلنا على الله ونبتدي. كلامك حلوة جميلة. أهم حاجة طريقة الكلام، يعني مثلا عايزة تنده لحد تقولي له ايه؟ اقوله من فضلك تعال هنا. اهو ده بقى الكلام اللي يزعل، اسمها خر ياض. حاضر، خد ياض. لا، خر ياض. خر ياض. خر ياض. كويس. تعالى تصفيه. اصرفه ايه حضرتك، هو عفريت يعني؟ تمشيه. هقوله امشي من هنا، يلا امشي.
غلط. امال ايه حضرتك؟ غور ياض. غور ياض. غور ياض اجمد. غور ياض. خلاص يا باشا انا هطرش لك الدرس كله. خور ياض. غور ياض. خور ياض. غور يلا. حلو كده كويس. وما عندي شويه بسطرمه. شويه ايه؟ غور ياض. حاضر. ها هجيب بسطرمه. هجيب. يا ماما الستاين بتاعك في الشحات. الستاين طبعا لازم يبقى لي ستاين. عايزه اتاكدي كلامك. تقول ايه؟ ذنب اقول لك كده؟ حد عايز قرارك ومش هتنطقي. شو اقول لك يا عم؟ ايه رايك جوز اللوز كده؟ كده بقدر ادخلك ستينا وانا مطمن عليكي. في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ اسمك هيبقى ايه؟ صحيح صحيح ده مهم قوي. اسمي هيبقى ايه؟ اسمي انا طول عمري نفسي يبقى اسمي جورجينا. ممكن والنبي يبقى اسمي جورجينا والنبي والنبي. ايه الاسم السيس ده؟ ريحتك بتقول انك هيبقى اسمك سقسق. سقسق دي حاجة حلوة. دي حلو حلو. سقسق جميل. افتكرته ده بتاع المسرحية اللي كان بيسقسق في الشاي كده ويقول له لسانك حلقك بتسقسق له صح؟ لا رضيتها بكارين وانت قاعدة جنبي كده. رزيني رجلاكي. اللي اتقدم مسخرة. عيوب ولاد الناس. Thank you.